السلام عليكم، اهلا بكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، وحلقه جديده من برنامجكم الاهلي خط احمر. اهلا بك يا فارس. اهلا بك يا اسامه، واهلا بكل مشاهدي الاهلي خط احمر في ظروف ربما افضل كثيرا من قبل كده. بالتاكيد يعني الكره رجعت تاني ملعبك. في 2001 النادي الاهلي بيتعرض لهزيمه كبيره، نتيجه كبيره 4-2 على ملعبه وسط جماهيره من فريق بترو اتلتيكو، ولكن النادي الاهلي بيكون رده في الملعب ان هو يحقق البطوله جيل مانويل جوزيه 2001. والنادي الاهلي ايضا امام اورلاندو في الجونه بعد التعادل الايجابي مع نادي الزمالك اتعرض لهزيمه 3-0، ووقتها فريق اورلاندو سخر من النادي الاهلي، فوقتها لعيبه النادي الاهلي قالوا نتقابل في النهائي، وتقابلنا في النهائي وفاز النادي الاهلي. المره دي النادي الاهلي بيتعرض لهزيمه قاسيه امام صن داونز 5-2 للمره الثانيه في 4 سنوات، ولكن باقدام صن داونز النهارده امام الهلال السوداني بتاتيك الكره في ملعبك. لما تجيلك الفرصه مرتين لو فوتت الاولى صعب جدا تفوت الثانيه، خاصه وان مباراه الاهلي والهلال السوداني مباراه قويه جدا على مدار التاريخ، على مدار الاجيال السابقه لم تشهد مباريات النادي الاهلي ومباراه الهلال السوداني سكور. تخيل ان انت ما سجلتش في السودان في مرمى الهلال السوداني غير هدف وحيد فقط لا غير، سجله محمد مجدي قفشه في المباراه التي انتهت بالتعادل. لما فزت على الهلال السوداني في 87 2-0 كان في هدف اون جول، وبالتالي مباريات صعبه بالتاكيد مباريات صعبه، كمان لما تكون مباراه بتحمل بطاقه التاهل فلازم تكون المباراه صعبه وصعبه جدا. فريق الهلال السوداني عنده فرص ان هو يصعد لو حقق التعادل، لكن انت عندك فرص ان انت تفوز 1-0 او تفوز باكثر من فارق هدفين في حالة تسجيل الهلال في مرماك. المباراة محتاجة من دلوقتي شغل، محتاجة حاجات كتيرة جدا، محتاجة انها تكون ان شاء الله في ملعب القاهرة، محتاجة ان شاء الله يكون في عدد جماهير للنادي الاهلي بيصاحب فريق النادي الاهلي ان شاء الله، محتاجة ان لاعبي النادي الاهلي يكونوا عارفين ان دي مباراة لا تقبل القسمة على 2، مباراة يصالحوا بيها جماهيرهم بعد مباراة الخماسية، ولما لا ربما نيجي بقى نحكي بعد كده وبعد سنوات ونقول ان لما تعرض النادي الاهلي للخماسية كان رده ان هو حقق البطولة في نفس الموسم. مش هنسبق الاحداث كتير بالتأكيد، ولكن يا فارس رجعت الكرة في ملعبك، وما افضل ان تعود الكرة في ملعبك، وما افضل ان يكون مصيرك ما بين يديك. اذا هبت رياحك فاغتنمها، واذا هبت رياحك فاغتنمها، ده الشعار. الفرصة بتجيلك تاني، وربما لأن في بعض الأمور كان مهم جدا فيما بعد مباراة صن داونز، كان على قد ما الغضب وقتها كان واضح، على قد ما حالة التفاف حاصلة وحالة إيمان بفرص وحظوظ النادي الأهلي، يمكن العزيز مهند الجالي وهو دائما دائما موفق في عباراته عن النادي الأهلي، وهو دائما الذي يصف النادي الأهلي بكبير أفريقيا وسيد القوم وما إلى ذلك من صفات، النهاردة قال جملة عبقرية جدا، وجملة بقف عندها لأن هي لها معاني مركبة تتعلق باللي احنا قلناه هنا على شاشة قناة النادي الأهلي بعد مباراة صن داونز، وهي فكرة الصورة الذهنية. كيف يرى مهند الصورة الذهنية للنادي الأهلي؟ يراها بأن نتيجة وإهدار ركلة الجزاء في سيناريو درامي، انت بتشوف ان فريق الهلال بتجيله ركلة الجزاء، أطهر الطاهر بيسجلها، النادي الأهلي خارج البطولة، ولكن بيهدر ركلة الجزاء عشان يكون لك حظوظ وعشان يكون لك أمل وعشان تكمل. مهند وصف الوصف ده فيما بعد الاستوديو وقال جملة واضحة، قال إن النادي الأهلي لما تهدر ركلة الجزاء أمامه أو أمام صن داونز في مباراة لسه قادمة معاه وله فيها حظوظ، فأنت تضع نفسك أمام الأسد، وما بالك بأسد جائع. هي دي الفكرة، هي دي الصورة الذهنية اللي بيراك عليها الناس، وهي دي الصورة الذهنية اللي مفترض نحافظ عليها. المباراة صعبة؟ صعبة جدا، صعبة جدا، لأن نتائجك هنا مع الهلال السوداني طول الوقت ربما ما هيش مباريات بتكسب بيها بفارق نتيجة كبيرة أو بتكسب فيها بسهولة. أنت حتى مباراة الصعود اللي كانت أمام الهلال في أم درمان في 2019 مع ريني فايلر اللي قدرت تتعادل فيها في أم درمان، وكانت الطريق إلى الصعود والطريق إلى البطولة بتاعت 2020،
كنت هنا المباراة في القاهرة كسبان بنتيجة 2-1، نتيجة 2-1 المرة دي تخرجك بره البطولة، يعني إيه؟ يعني أنت مش بس محتاج تكسب، أنت محتاج كمان ما تستقبلش أهداف. عشان كده النادي الأهلي يا جماعة دايما له مجموعة من القواعد والأساسيات، ربما كان عندنا خلال البطولة في المباراة السابقة بعض الأمور، ولكن أنت بترد في الملعب. تاريخ النادي الأهلي دايما فكرته إنك بترد في الملعب، أنت بترد وتاخد حقك وتوصل أمورك وتوصل شخصيتك وتوصل هويتك بالملعب بالكورة، هي دي تقاليدك، هذه تقاليدك اللي من 1907 بتحافظ عليها، ما بتعرفش تعمل حاجة تانية، ما بتعرفش تخرج بره الإطار الرياضي، ما بتعرفش تروح لحتة مش شبهك، اللي شبهك إن أنت ترد بالكورة وجات لك الفرصة ترد كرويا. وعشان كده الشحن الزائد في قصة تسجيل عدد كبير من الأهداف، لا، الانتصار بنتيجة موضوعية هو اللي يكسبك. الفكرة عندي مش سكور، الفكرة عندي انك ترد، الفوز يأهلك، انت كده رديت، ولكن مهم جدا عشان استقبال الأهداف، استقبالك لهدف يخليك محتاج 3 أهداف. فده معناه ايه؟ مش اندفاع. هناك في علم النفس قصة واضحة وصريحة، الاتزان النفسي ما بين قدرتك ورغبتك في تحقيق هدف وما بين آلية تحقيق الهدف. آلية انك ترد مش معناها كر وفر في الملعب وان انا نازل اكسب لا، آلية النتيجة اللي حصل النهاردة تديك معطيات معينة، ان انت عايز يا اسامة تسجل وما تستقبلش هدف. اي نتيجة فيها انك انت سجلت وما استقبلتش اهداف حققت الغاية. بالتأكيد يا فارس، يمكن ركلة الجزاء اللي تم إهدارها وتصدى ليها ويليامز من أطهر الطاهر كانت ركلة جزاء مفصلية في البطولة، زي ما تصدى لركلة جزاء لمحمد هاني. بالتأكيد عندنا كلام كبير عن فرص النادي الأهلي في الصعود ومباراة الأهلي مع القطن الكاميروني. انتظرونا بعد الفاصل، والأهلي خط أحمر. اهلا بحضراتكم من جديد، وباقي فقرات الاهلي خط احمر. كنا بنتحدث عن فرص النادي الاهلي، وعشان ما يحصلش لبس عند المشاهدين هنستعرض يعني اللائحه اللي بتحسم هذا الامر. وطبعا اول بند في اللائحه هو بند المواجهات المباشره، عشان كده لما قلنا ان انت تفوز 1-0 ممكن تصعد. ليه ممكن تصعد؟ عشان البند الثاني الا وهو فارق الأهداف في مباريات الفريقين، أنت وقتها هيكون فارق 4 أهداف، 5 أهداف لصالحك، لأن حاليا أنت متساوي مع نادي الهلال، الفارق 3 أهداف فقط لا غير. أنت مسجل 11 مستقبل 8، ونادي الهلال مسجل 6 مستقبل 3، وبالتالي فارق الأهداف 3. لما تسجل في مرماه وهو يستقبل هيصل فارق، فانتهت الامور، مش هتروح لبند الاول وهو المواجهات المباشره، هتروح للبند الثاني على طول اللي هو فارق الاهداف. لكن خلينا نوضح البند الاول في حاله بقى ان نادي الهلال سجل هدف، وده اللي قاله فارس، انت هنا مطالب ان انت تسجل 3 أهداف عشان يبقى بند المواجهات المباشره هو اللي حسم القصه لصالحك. ودي نقطه خطيره جدا، ان انت بتلعب على انك تفوز وفي بالك ان في مواجهه اولى انتهت لصالح الهلال السوداني 1-0، مصعبة الأمور. من الأصعب النتائج أن أنت تلعب ونتيجة الذهاب تكون 1-0، لأنك في حالة استقبالك هدف مطالب أنك تسجل 3 أهداف في مباراة صعود. لا، موضوع صعب جدا. ربما إن شاء الله بإذن الله يكون زي ما كان في خطأ لمحمد الشناوي في مباراة الهلال، يكون تصديه لركلة الجزاء أمام الهلال لها عامل السحر ولها نقطة مضيئة تقودنا إلى الصعود إلى الدور التالي، وده يحصل إن شاء الله. لكن ده اللائحة اللي بتحسم الأمور. إذن أنت معروف مواجهات مباشرة، فارق أهداف، كسبت 1-0 أنت صعدت، لكن لو الهلال سجل لازم تفوز بفارق أكبر من 2. ودول النقطتين اللي احنا هنروح ليهم، لأن مش هتروح بعد كده للتسجيل خارج ملعبك. كل الأمور دي في صالحك، التسجيل خارج ملعبك، تسجيلك الأهداف في المجموعة كله لصالحك، وإن شاء الله بإذن الله تكون نتيجة المباراة لصالحك بفوز يؤهلك للصعود إن شاء الله للمباراة التالية أو للدور التالي يا فارس. وأعتقد في الأدوار الإقصائية بيكون بقى لكل حديث حديث. هي الحسابات أساسها يا أسامة اللي كنا اتكلمنا فيه كمان قبل الفاصل، وهي فكرة عدم احتياجك لاستقبال أي هدف. نتيجة 1-0 تكفي لصعودك.
فانت فكره المباراه الرئيسيه بالنسبه لك هو عدم استقبال الاهداف عشان ما تصعبش الامور وتدخل في حسابات. لو تفتكروا مباراه الملعب المالي اللي كان ابو تريكا وقتها على الدكه بالظبط، وانت لما استقبلت هدف لقيت نفسك خارج البطوله، نزل محمد ابو تريكا والمباراه الشهيره اللي انتهت 3-1 وصعدت بيها. هنا ده معناه ان حتى مع اقوى اجيالك ومع مدرب زي مانويل جوزيه وفريق كان في عز قوته، انت في الوقت ده كان عندك كل اللاعبين المؤهلين، يمكن ابو تريكه وبركات كابتن وليد سليمان وغيرهم بقى من القايمه اللي كانت تتسع لاسماء كبيره جدا وخبرات وفريق على التراك وفريق مسيطر وفريق لديه الشخصيه وفريق لديه كل حاجه، استقبلت هدف من الملعب المالي لقيت نفسك بالتالي هتبقى بره البطوله، بقيت محتاج 3 اهداف وكان المباراه اشبه بمعجزه حققت ده. بس مش كل مره ممكن تحقق ده، عشان كده حسابات المباراه محتاجه كثير جدا من التركيز وكثير جدا من الاتزان النفسي. المباراه دي يعديك فيها الاتزان النفسي، عشان كده بقول انت عندك مجموعه من التصريحات اللي ربما خليها تخلي المنافس متاخد في حته تانية اللي هي ايه؟ قبل التصريحات يا فندم بما انك اتكلمت عن جيل تريكا في نقطه مهمه جدا، ده انت كمان تفكرهم بمباراه الاهلي والهلال مع جيل تريكا نفسه في دور المجموعات 2007. اللي فزنا 2-0 كان الهدفين لفلافيو وكابتن فلافيو وكابتن مسامح حسني في اخر 5 دقايق من المباراه، ودي رساله لجمهور النادي الاهلي اللي هيحضر المباراه. انت طول عمرك كجماهير النادي الاهلي لا تفقد الامل لا ترمي الفوطه، فتخيل في مباراه زي دي المفترض تكون داعم للفريق 90 دقيقه حتى صافره النهايه. كل شيء ممكن يتغير، لو تاخر الفوز ممكن يجي في اخر دقيقه، ودي مباراه شهيره جدا فزنا فيها 2-0 في اخر 5 دقايق، وكانت مباراه يعني متقفله من فريق الهلال بشكل صعب جدا. وكان طبعا ال20 اعتقد كان هو برضو لسه حارس المرمى او حارس مرمى الهلال السوداني وقتها تالق بشكل كبير جدا بحقيقة. امام هو كان جيل اصلا مختلف، كان فيه داريو كان اللي جال الاسماعيلي وجودوين، وكان جيل طبعا مميز جدا الهلال، حتى احنا خسرنا بثلاثيه هناك. ولكن الفكره يا جماعه الاساسيه ان المباراه دي محتاج تحدد اهدافك منها اللي تنعكس نفسيا على اللاعبين وتنعكس على المدير الفني والطاقم الفني في طريقه لعب المباراه واهدافك من المباراه. وانا عايز اقول ان النادي الاهلي لديه في مرجعيته التاريخيه امور كتير جدا تقول ان هو ما بيحبش السهل، أو دايما الأمور اللي فيها شيء قدري أو شيء مرتبط بالمفارقات هو ده اللي بيكون باقي في الذاكرة. يعني هتفتكر دوري 96 وهتفتكر دوري 97 اللي كان الزمالك فارق بعدد كبير من النقاط فيه، ثم أنت رجعت من الخلف هتفتكره أكتر من أي دوري تاني. لو قلت لك الدوري بتاع ريني فايلر اللي كسر فيه الدنيا مقارنة بالدوري بتاع 2019 اللي كنت بتعاني فيه واللي دايما كده حتى أسامة بيقول لكم ألذ دوري، اللي هي جملة كابتن سيد عبد الحفيظ، هتلاقي نفسك فاكره اكتر من اي دوري تاني وبتستشهد بيه اكتر من دوري تاني. 85 ولعبك بالناشئين ضد جيل في الزمالك مرعب مرعب حرفيا، كابتن فاروق جعفر وكوارشي وكل الفريق المميز ده، وبتقدم رساله. فانت عندك امور في تاريخك تقول ان انت دايما الامور اللي بيبقى فيها مفارقات دي بتبهر نفسك فيها وبتطلع 100% من اللي عندك. فالمفروض ايه؟ المفروض في اللحظه دي تطلع 100% من اللي عندك، خصوصا لو عايز اعكس لكم حاجه نفسيه كده مفارقه ما بين كيف يرى المنافس ما قبل مباراه سان داونز وما قبل مباراتك انت مع القطن ثم دلوقتي. ابنجي المدرب الخاص بالهلال السوداني كان له تصريحات وهو رايح يلعب سان داونز، قال فيها ايه؟ سنحاول استغلال ايجاد الاهلي والفوز عليه في عقر داره. وقال كمان في تصريح كان موجود ان لو انا ما قدرتش احقق نتيجه ايجابيه مع سان داونز فانا لسه عندي مباراه النادي الاهلي اللي هروح واكسب فيها. طب هل هو احتفظ بالقدر ده من الثقه والقدر ده من التماسك بعد نتيجه النهارده؟ الاجابه لا، ولازم تلعب على ده. ليه لا؟ لانه قال النهارده فرصه التاهل اتت لنا امام سان داونز، ولكن للاسف أهدرناها بإضاعة ركلة الجزاء. مباراة الأهلي ستكون صعبة للغاية لأننا سنلعب ضده في الجولة الأخيرة وعلى ملعبه، ويجب أن نفعل كل ما في وسعنا من أجل التأهل، وإذا لم يحدث سيكون أمر سيء وخيبة أمل. هنا المقصود إيه؟ بص على التصريح الأول وبص على التصريح الثاني هتلاقي فيه نوع من أنواع ما يعرف بالهزة النفسية.
في ما بين وضعي في المباراة الأولى وأنا حاسس إن رايح هلعب على ملعبي مع صن داونز وبقول التصريح ده في الوقت ده بتاع الأهلي عشان أدي ثقة أكتر من لعبتي وما أضغطهاش وأحسهم إن هم بيلعبوا على أكتر من فرصة، وما بين إن أنا بقيت ألعب على فرصة واحدة وحظوظي فيها الأقل. هنا ردة الفعل اللي بتثبت إن في مايند جيم كان بيحصل، وأنت عشان كده عليك إن أنت تكون على قدر هذا الجيم الذهني أو هذه المبادرة الذهنية، وإن أنت تكون حاضر بكل أدواتك وبكل تركيزك وبكل العوامل يا أسامة اللي تريحك، من حضور جماهيري بيشجع، من لعبك على استاد القاهرة، من أمور كتير جدا لازم نحاول إن هي تتوفر إن شاء الله. إن شاء الله، لكن أنا هقف برضو عند التصريح ده لأن أنا مش شايفه فقط لا غير عشان هو خسر أمام صن داونز، لأن هو كان تصريحه أصلا إن أنا لو خسرت قدام صن داونز هقدر أفوز أمام النادي الأهلي. الفيصل في الأمر ربما حاجتين، سيناريو المباراة ما بين الهلال وصن داونز وركلة جزاء للهلال في الدقيقة 93 واقترابه من الصعود ثم يتصدى ويليامز لركلة الجزاء بيخلي الأمور صعبة عليه ويبدأ يقلق على الصعود. النقطة الثانية وده أكيد إيجابي ألا وهو المستوى اللي ظهر عليه النادي الأهلي وردة الفعل اللي ظهر عليها لاعبو النادي الأهلي أمام القطن الكاميروني. فريق القطن الكاميروني هو أضعف فريق المجموعة، فرق المجموعة، ولكن صن داونز لم يفوز عليه بالرباعية ولا الهلال فاز عليه بالرباعية. النادي الأهلي يعني فاز برباعية نظيفة مع الرأفة، كان مستحوذ تماما على المباراة، عمل كل حاجة هو كان عاوز يعملها. وعجبني في النقطة دي ان تم التجهيز النفسي ان انت مش بس تفوز، انت تفوز بعدد وافر من الاهداف. اللحظتين دول او المتغيرين دول هم اللي خلوا الهزة النفسية عند مدير الفني للفريق الهلال يحصلوا له قبل مواجهة النادي الاهلي، بدأ يستشعر لا الاهلي فاق بسرعة من صدمة صن داونز. النقطة الثانية ان انا كمان كانت فرصة الصعود بين ايدي وضاعت. لكن في نقطة غير استاد القاهرة وملعب بجماهير، نقطة مهمة جدا جدا جدا، المنتخب المصري وسبع لاعبين من النادي الاهلي هيكونوا موجودين في مباراة ملاوي اللي هتكون يوم 28، هتكون في نهار رمضان. العودة والوقت بينها وبين مباراة الهلال السوداني بتضع ايضا صعوبات كبيرة جدا على لاعبي النادي الاهلي وعلى النادي الاهلي، وبتحط المباراة دي فعلا في مكانها الصحيح، وهي مباراة صعبة جدا جدا، هي عنق الزجاجة. عشان كده لازم اننا نعمل على كل الجهات ولازم نوفر افضل شيء ممكن للنادي الاهلي قبل المباراة المصرية دي، خاصة وان النادي الاهلي هو ممثل كرة القدم المصرية الوحيد في بطولة دوري ابطال افريقيا. نروح لتصريح بقى داخلي وتشكيك في النادي الاهلي في الوقت ان البعض بيتحدث عن فرص النادي الاهلي، ويمكن مهند الجالي الكلام اللي قاله فارس في احدى القنوات طبعا الشهيره، لا عندنا هنا في مصر لابد من احباط النادي الاهلي، لابد من البحث دائما وابدا عن طريقه نعرقل بها مسيره النادي الاهلي، بدايه من فكره التسويه والكلام عن ان الكره المصريه في حاله انهيار وفي حاله وفي حاله وفي حاله، لابد ان تستثني الاهلي. انا متفق على كل شيء، منتخباتنا الشباب صعبه، المنتخب الاول ما صعدش الكاس العالم، ما فازش بامم افريقيا، عندنا مشكله فعلا في الانديه اللي بتشارك في البطولات الافريقيه باستثناء الاهلي. اول لما الاهلي بس ممكن يقع على طول ناخد الاهلي مع الكل ويتساوى الاهلي بمن لا يصعد من دور المجموعات، شيء صعب جدا. خلونا نسمع كابتن رضا عبد العال وهو بيتحدث عن نوع تاني من الصعود لا يعرفه الا الكابتن رضا عبد العال. يعني بكره القطن يكسب ولا يتعادل؟ سوري الهلال، الهلال يكسب ولا يتعادل؟ الهلال مش هيخسر. ايوه ما هو لا ما انا تاني. ما يا يتعادل يا يكسب، ما انا بقول لك مش هيخسر. ما لو تعادل الاهلي هيصعد. انا بقولها لك اهو. خليك معايا بس واحدة واحدة. واحدة واحدة. لو بكره الهلال اتعادل اتعادل كسب الاهلي مش هيصعد. الا بقى ايوه لو حصل بقى لعب من تحت الترابيزه. ترابيزه ايه؟ يعني بقى ما كده كده ما فيش فار بقى، انت بقى احسبها مع نفسك. انما بمستوى الاهلي ده اقسم بالله ما يكسب سيراميكا كليوباترا. طب ما هو بيكسب هنا يا حبيبي اسمع دلوقتي. انا ما بكلمكش على قبل كده، انا بكلمك بعد الهرك اللي حصل في كاس العالم للانديه وافريقيا والدوري. هو يعني وانس ان الكابتن رضا عبد العال اتكلم بثقه ان الاهلي مش هيصعد، ان شاء الله الاهلي صاعد. يعني انتوا عارفين كابتن رضا عبد العال دايما وابدا اراؤه مع النادي الاهلي تحديدا يعني بتكون يعني فيها اكستريم زياده عن اللزوم. اولا النادي الاهلي لما تكون فرصه بين ايديه في مباراه
في الدور في الجوله السادسه ما ينفعش كابتن رضا عبد العالي يقول اصل ما فيش فار وشغل من تحت الترابيزه. هو الشغل اللي من تحت الترابيزه ده هو اللي منع الهلال من انه يسجل او اطهر الطاهر انه يسجل ركله جزاء للحكم صادق السلمي. ويعني عندنا تحفظات شويه على الحكم صادق السلمي، ولكن ركله جزاء تم احتسابها في الدقيقه الاخيره. لو في شغل من تحت الترابيزه كان المفترض يتم منح فرصه الصعود للهلال قبل مواجهه النادي الاهلي. اطهر الطاهر سجل الكره جول، الاهلي بره بره باختصار شديد. ده لو الكلام عن شغل تحت الترابيزه. لو بنتكلم عن شغل تحت الترابيزه وعدم وجود تقنيه الفيديو، كابتن رضا عبد العال ناسي معاناتنا امام فيتا كلاب المباراه اللي اتلعبت على ارضنا، وبعد ما تاخرنا هدف تقدمنا 2-1 كابتن عمرو السوليه ما لمس لاعب فيتا كلاب خارج ال 18 حتى لو كان لمسه، وكان حكم جيد جدا رضوان جيد واحتسب ركله جزاء وضعتنا في موقف صعب جدا، وانتهت المباراه 2-2 واعتذر الحكم بعد كده عن الخطا ده. فين الشغل اللي تحت الترابيزه؟ كابتن رضا عبد العال مش شايف حارس مرمى سان داونز في المباراه اللي هزمنا فيها الموسم الماضي 1-0 على ملعبنا وهو بيعرق اللاعب من لاعبي النادي الاهلي ويستحق الطرد خارج منطقه الجزاء ما شافش دي؟ يعني انت جاي بتتكلم عن النادي الاهلي اللي شغل تحت الترابيزه؟ لا، النادي الاهلي ما فيهوش ابدا ارمي نفسك جوه منطقه الجزاء واديك ضرب واديك ضربه جزاء. ما فيهوش كده. النادي الاهلي ما فيهوش ابدا شوبنج في اي مكان في مصر. ما بيعملش الكلام ده. لا تاريخه فيه الكلام ده ولا هو بيعمل الكلام ده. النادي الاهلي لما بيفوز بيفوز بالجهد والعرق. كابتن رضا عبد العال عنده ازمه مع النادي الاهلي، وانا مش هنسى ان الكابتن رضا عبد العال كان احد اسباب الصراع المشتعل ما بين جماهير النادي الاهلي وجماهير النادي الترجي في تونس 2018 عندما شارك في الاكذوبه والترويج لرشوه الحكم مهدي عبيد ولم يحاسبه احد. واستمر الكابتن رضا عبد العال في اكاذيبه وتجاوزه في النادي الاهلي وحق النادي الاهلي وانجازات النادي الاهلي وبطوله النادي الاهلي. عايز تتكلم فني اتكلم زي ما انت عايز تقول، برغم ان النادي الاهلي اللي مش عاجبك فنيا ده هو متصدر جدول الدوري وغايب عن بطوله الدوري ومفيش حد قادر يقترب من النادي الاهلي. اتكلم فني زي ما انت عايز، لكن تروح للتشكيك في تاريخ النادي الاهلي وبطولات النادي الاهلي وانجازات النادي الاهلي دون ادراك اصلا لما يحدث، دي ازمه كبيره جدا. ازمه كبيره، ودايما بنطالب يا جماعه حاسبوا الناس دي، حاسبوا الناس دي. اطلع قول النادي الاهلي فنيا غير لائق، النادي الاهلي فنيا لا يستحق الصعود، النادي الاهلي فنيا قول اي حاجه، النادي الاهلي لا يمتلك لاعبين كبار، قول اللي انت عايز تقوله في اللاعبين هقول لك وجهه نظر فنيه. لكن تقول لعب من تحت الترابيزه وتشير لعدم وجود تقنيه الفار في اشاره لشيء انت تعرفه جيدا في تاريخك كلاعب، احنا لن نسمح به. ونتمنى من جهه الرصد، يا جماعه ما بترصدوش الحاجات دي ليه؟ ليه ما بترصدش الحاجات دي؟ هو كابتن رضا عبد العال لسه محتاج اننا نخاطب جهات الرصد تشوف تصريحاته وتشوف كلامه اللي ملوش اي اساس لا من الصحه ولا المنطق؟ اتمنى كابتن رضا عبد العال يكون ليه محاسبه، ودي للمره الكامله فارس المليون بنتمنى كابتن رضا عبد العال. لا ده احنا جبنا له قبل كده مواد من القانون، يعني احنا وصلنا لمرحله مع كابتن رضا عبد العال ان احنا عرضنا مواد من القانون بعد تشهيره واساءته لبيتسو موسيماني وبدر بنون بعبارات تحتوي على تنمر وتحتوي على إساءة وتحتوي على كل أنواع التعصب والتنمر والإساءة المباشرة، وعرضنا مواد القانون حتى اللي بعيدا عن أدبيات وأخلاقيات المهنة الإعلامية، ولكن احنا كمان عرضنا ما هو بعيدا عن أي أمور ليها علاقة بالإنسانية أن أنت ممكن تعملها أو ما تعملهاش، لأن القانون بيعاقب ده وبيجرم ده لأنه شيء يخالف الإنسانية أنك تتنمر على حد بشكله أو بلونه أو بأي أمور من اللي حصلت من رضا عبد العال. ولكن اللي أنا عايز أتكلم عليه هنا هو مش بس كلام رضا عبد العال، لأن أنا بالنسبة لي المنطق نفسه للموضوع، أنا مش مستوعب أن ده بيتقال على شاشة مصرية. زي ما أنا كان بيتكلم معاكم في فكرة يا جماعة في النهاية الرأي الفني ممكن أشوفك بتتكلم في رأي فني يفتقد كل الوجاهة، وأبقى جوايا عارف أن رأيك الفني ده مش موضوعي، وعارف أن هو ليه غرض، وعارف أن هو موجه لاتجاه ما، وبتستغل ظرف كبير زي مباراة سان داونز، فطبيعي يبقى رأيك الفني راح في اتجاه وانت مش الحد اللي أنا ممكن أفترض فيه حسن النية، بس كل ده مرتبط برأي فني فعلا. إنما اللي بيحصل وتحت الترابيزة والنوعية دي من العبارات ده ضرر وإساءة لسمعة الكرة المصرية مش للأهلي بس، ومش مفترض إن أنا أسمع ده على شاشة مصرية، ومش مفترض إن أنا أشوف ده في إعلامي، ومش مفترض ده دور إعلامي. حتى لو ما بتحبنيش
وحتى لو انت عندك مشكلة مع اشخاص داخل النادي الاهلي او كيان النادي الاهلي، مش مفترض ان انت تعمل ده، ومش مفترض ده يكون مسموح به. ويا جماعة للمرة المليون، هذا يقلل من الصورة الذهنية للرياضة المصرية، مش الاهلي فقط، احنا عندنا كنز اسمه النادي الاهلي، حتى بكل ما يمر به في بعض الفترات او في بعض اللحظات، يظل النادي الاهلي هو جزء من القوة الناعمة للرياضة المصرية. البعض مش قادر يدرك ده، والبعض بيتحرك بشكل مريب جدا. لما تطلع تسمع الاشقاء في شمال افريقيا وهما دايما يتحدثوا ان النادي الاهلي نيدو، نادي لديه منهجية مختلفة عن كل الفرق في افريقيا، نادي لديه شخصية بناها عبر سنوات، نادي دايما بيتحط ان هو يحقق البطولات ويحقق التتويجات باجتهاده وبمنظومته وبعرقه. فانت لما تيجي تلاقي الاساءة طالعة من جوه، يبقى في مشكلة، يبقى لازم تقف. وانا بقول للمرة المليون، احنا مش قادرين ندرك قيمة النادي الاهلي. احنا في لحظة يا جماعة، النادي الاهلي عندك المنتخبات الوطنية للناشئين حققت نتائج زي اللي شفناها، عندك نادي الزمالك ودع البطولة، عندك النادي الاهلي لازم يدعم كل انواع الدعم، زي ما شفنا من الاتحاد السعودي لكرة القدم قبل مباراة الدحيل او مباراة الفريق الايراني مع الهلال السعودي، ازاي اجل له كل المباراة، وكان بيصفه بممثل الوطن اللي لازم يكون فيه التفاف حوله، لان انت هنا بتتكلم في فريق لا يمثل نفسه فقط، ولكن يمثل القوة السعودية في كرة القدم. وانت ربما لا تستطيع ان تجاري بعض اقتصاديات كرة القدم اللي للامانة بتتعامل بشكل مبهر، انت ما تقدرش ممكن تجاري ده، بس عندك استثناء النادي الاهلي اللي بيروح يكسب فريق زي الهلال السعودي برباعية، اللي بيوصل كاس العالم للأندية 3 مرات ورا بعض، ياخد برونزيتين ثم مركز رابع ثم موجود في 2025. انت مش قادر تدرك قد ايه النادي الاهلي يستحق الحفاظ، وليس ان هو ياخد حاجة مش من حقه، ولكن محتاج فقط ياخد حقه، ياخد الاحترام اللائق اللي ما بنسمعوش من كتير من الناس وهم بيتكلموا عن النادي الاهلي. عندنا فيديو آخر لرفيق حليش وهو يتحدث عن النادي الأهلي ويتحدث عن أمور مهمة، نسمعها ونرجع معكم. المستغرب حقيقة، لا أذكر حقيقة حاليا في هذه اللحظة أني لا أشاهد فريق مصري في دور ربع النهائي من سنوات طويلة. صح، يعني في حالة خاصة الأهلي ولا الزمالك، حقيقة الذاكرة تخوني في هذه اللحظة. لا، 2016 الزمالك فاينل، 2017 و18 الاهلي فاينل، 2020 الفرقتين وصلوا الفاينل، يعني دائما الاهلي زمالك متواجدين. ففي ازمه ولا عثره او كبوه جواد، او في ازمه يمكن الاهلي في ازمه في الكره المصريه؟ في ازمه الاهلي، انا نظن نوعا ما كبوه، خاصه انه تاثر شويه نوعا ما مع كاس العالم للانديه وتأخروا يمكن، لكن الزمالك صراحة كان أزمة. كان أصلا داخل في أزمة إدارية وفنية لا في كمان منتخب مصر تحت 20 سنة بطولة أمم أفريقيا في أرضك ولم تتأهل كأس العالم للدور الثاني، مش كأس العالم فقط، التفكير في أرضك كأس العالم، صحيح صحيح، تصل دور نصف نهائي تتأهل لكأس العالم. اللي أنا قلته جزء من اللي أنت بتسمعه ده، وجزء من اللي أنا جيت في وقت قلته لك هنا في شاشه قناه النادي الاهلي، ويمكن كنت سابق حته في الحته دي لان ما كانش فيه مؤشرات. احنا واحنا في عز النادي الاهلي قلت لكم حاجه هنا، قلت لكم في كيان ناجح هو استثناء في المنظومه الرياضه المصريه ووسط نتائج واخفاقات، هو استثناء. قلت لك الاستثناء ده هنوصل بعد قليل من الوقت ان هو يقع نتيجه امور كتير جدا بتحصل، ونتيجه ان هو لا يحظى بالدعم المستحق. وقلت لما يقع ايه اللي هيحصل؟ هنطلع كلنا نتكلم عن الرياضة المصرية وحال الرياضة المصرية ووضع الرياضة المصرية. وقلت لكم عربة القطار اللي بتشده لما تيجي تقع والقطار كله بيقف، الناس مش هتتكلم ان كان في عربية بتشد القطر ده بيتحط قدامها معوقات، لا، الناس هتتكلم بص القطر اللي ما وصلش وجهته. هو ده بالظبط، كان عندنا قاطرة بتشد الرياضة المصرية، عندنا استثناء، البعض دلوقتي بيتكلم على حال الكرة المصرية. طب جات لك فرصة تانية ان النادي الاهلي، لان اتوصفت بكبوة فعلا، لان مستحيل تقارن النادي الاهلي بوضع فرق تقترب على 22 سنة من عدم تحقيق اللقب، مستحيل تقارن، مستحيل تقارن على فرق كتير جدا في منظومة الرياضة المصرية لا تملك هذا الارث اللي مخليها في الوضع ده.
عشان كده لما تجيلك الفرصه ويبقى مهند الجالي ويبقى رفيق حليش ويبقى كل الناس شايفاك استثناء في الرياضه المصريه، ساعد الاستثناء ده عشان يحقق اهدافه وعشان يحفظ ليك ما تبقى من وجه كره القدم المصريه ومن ما وجهها. اكيد فارس، واكيد الكابتن رضا عبد العال يعني وصل له الكلام بشكل واضح، ونتمنى يكون زي ما قلنا في حساب. بالمناسبه طلع الكابتن يعني اسطوره كره القدم التونسيه الكابتن طارق دياب اتكلم قبل مباراه الاهلي والقطن الكاميروني، كلام كبير جدا في انتقاد فني للنادي الاهلي لم نتطرق لي وجهه نظره الفنيه، وكمان عارفين ان الكلام طالع من شخص لا يتربص بالنادي الاهلي على الاطلاق، بالعكس كان بيمنح النادي الاهلي حقه تماما حتى في مواجهه الفرق التونسيه الكابتن طارق دياب. لكن الكابتن رضا عبد العال طول الوقت طول الوقت بيشكك في النادي الاهلي، زي ما قلت اتكلم فني زي ما انت عاوز، هي وجهه نظر فنيه نتفق نختلف عليها في النهايه وجهه نظر فنيه، لكن طول لعب من تحت الترابيزه وانت اصلا مش شايف الجيم او مش متابع اصلا للبطوله، ده موضوع بيكون صعب جدا. لكن زي ما رفيق حليش اتكلم وقال ان النادي الاهلي كبوه، واوعى تقعوا في فخ تسويه النادي الاهلي او مساواه النادي الاهلي باي انديه اخرى. النادي الاهلي في اخر ثلاث سنوات هو في النهائي الافريقي، حقق بطولتين، النادي الاهلي في اخر ثلاث بطولات كاس عالم هو متواجد، فبالتالي ما ينفعش يجي النادي الاهلي في وقت من الاوقات حتى لو حصل اخفاق لا قدر الله، حتى لو لم يصعد، يكون المساواه بين كل الفرق المصريه، ده مش حقيقي. انا مش مطالب طول الوقت ان انا اكون طول الوقت انا اللي بفوز وانا اللي بحقق كل البطولات. ده معيار صعب جدا على اي نادي وعلى اي فريق. فما ينفعش وقت ما اكون انا في كبوه يجي البعض يحملني ويحطني في نفس الاتجاه مع فرق اخرى ومنتخبات اخرى وادارات اخرى. اعتقد الامور لازم تكون واضحه، ومش واضحه عندنا وبس، ده كمان لما تصدر كمان من شخص ينتمي للمنافس بيكون الكلام ايضا له بقى مش موضوعيته مصداقيته بشكل اكبر، ما يكونش كلام ناس اهلاويه بتتكلم عن النادي الاهلي. تعالوا نشوف الكابتن حماد عبد اللطيف بالامس بعد خروج نادي الزمالك بعد الهزيمه امام شباب بلوزداد، بنقول لهم هارد لك، نشوف قال ايه عن مباراه او قال ايه عن النادي الاهلي وتاريخ النادي الاهلي وبطولات النادي الاهلي. انا يهمني السنه دي، هو انتوا هتذلونا عشان خط التوصيلين تخسرونا خمس بطولات؟ اصل دول لعيبه الزمالك السنه اللي فاتت خدنا دوري وخدنا كاس، يا سيدي خدنا دوري وخدنا كاس ده السنه اللي فاتت، انا السنه دي خسران خمس بطولات؟ ما طول ما النادي الاهلي كل سنه بياخد بطولات وبيبقى عايز تاني ياخد تاني، ما بقولش لا اصل احنا خدنا السنه اللي فاتت افريقيا ولا خدنا الدوري من سنتين، طب ما انا عايز اكون كده، انا في الدوري العام السنه دي يا طارق، ما انا كنت ماشي كويس، يعني ما حدش عطلك، انت اللي كنت وحش. يعني من ساعه ماتش اسوان والهزيمه بتاعت اسوان وماتشات بعد كده فاركو وتعادل داخليه وي 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 ما حدش عطلك، احنا اللي بنعطل نفسينا وخسرت المحله، احنا اللي بنعطل نفسينا. يعني ما حدش مثلا ايه، ما حدش هيجيبنا، ما حدش ضايقنا، ما حدش ظلمنا، احنا مش عايزين برضو كل شويه نقول اصل احنا كان لينا مش عارف ايه. لا لا لا. الحكم ممكن يخطئ مفيش مشكله، لا لا. ممكن يبقى ليك ضربه جزاء تتحسب ما تتحسبش، انا بقول لك بغض النظر بس بغض النظر عليك ضربه جزاء، بس يا طارق احنا فين؟ انا كنادي الزمالك فين؟ الحاوي طبعا حاوي نادي الزمالك كابتن حماده عبد اللطيف، وهو بيتحدث عبر قناه نادي الزمالك وبيتحدث عن جينات النادي الاهلي. النادي الاهلي كل سنه بياخد بطوله، بيبحث عن البطوله الثانيه، النادي الاهلي ما بيحصلش عنده تشبع من البطولات، ولو في فتره من الفترات النادي الاهلي بيحصل عنده تشبع من البطولات بتلاقي جماهير النادي الاهلي على طول فوق المسؤول، لازم لازم لازم، لان جماهير النادي الاهلي ايضا ما بتشبعش من البطولات، دي الهويه بتاعه النادي الاهلي، دي ثقافه النادي الاهلي. ده الكابتن حماده عبد اللطيف حاوي نادي الزمالك وهو بيتحدث في قناه نادي الزمالك، فالكلام بيكون له مصداقيته. الاهم والاجمل في الموضوع لما تيجي تتكلم عن صداره جدول الدوري النهارده كنادي اهلي وتلاقي الكابتن حماده عبد اللطيف على عكس البعض من المنتمين لنادي الزمالك يقول لك احنا ما حدش عطلنا، احنا ما حدش كلمنا، احنا ما حدش هاجمنا، احنا ما حدش ظلمنا، احنا اللي عطلنا نفسنا. فحتى وانت بتتحدث عن استحواذك وسيطرتك على الدوري العام المصري، المنافس هو اللي عنده مشاكل، محدش عطله، محدش ظلمه، حتى القيد اللي كان عليه ازمه في يناير وانا كنت مع القيد ده يتم، تم التسجيل عبر لجنه الاستئناف، تم تسجيل القيد، مفيش حد ابدا عرقل مسيره نادي الزمالك، بالعكس نادي الزمالك هو رايح يلعب الترجي التونسي تم تاجيل مباراه سيراميكا كليوباترا، انا وانا رايح هلعب في جنوب افريقيا مع صن داونز تم رفض تأجيل مباراة المقاولين العرب اللي أثرت بالتأكيد على النادي الأهلي. ربما ما تعملناش معها بالشكل الأمثل إننا لعبنا بالشباب، لكن في النهاية أنت بتلعب بطولة الدوري، ما هي دي بطولة برضه محتاج تلعب فيها، وبطولة غايبة عنك بقالك سنتين محتاج تخلصها بدري. لكن إيه اللي حصل؟
رحت مش هقول هي السبب فقط لا غير، لكن ما تأجلتش المباراة وتأجلت مباراة سيراميك كليوباترا لنادي الزمالك. موضوع صعب جدا. أتمنى المسؤولين عن كرة القدم ما يبقاش عندهم خجل من ان النادي الاهلي هو اللي بيرفع اسم راية الكرة المصرية خارجيا، على الاقل يسيبوا حاجة يعني تحسب للمنظومة الرياضية حاليا وهي النادي الاهلي. هو مش عايز مساعدات، سيبوه بس، سيبوه يشتغل وهو هيقدر يحقق الانجازات زي ما حققها سابقا وقت ما كان بيتحط العراقيل. بالمناسبة ده في اوقات اتمنع النادي الاهلي اصلا ولاعبيه من الذهاب لارض الملعب والنادي الاهلي حقق بطولات. فالموضوع سيبوا النادي الاهلي يشتغل، ما تجاملوش النادي الاهلي، عاملوا النادي الاهلي زي اي نادي في الدوري العام، احنا راضيين بالتكافؤ الفرص ده، ولكن لا تعرقلوا مسيره النادي الاهلي. يمكن كابتن حماده عبد اللطيف وانت بتسمعه كده امبارح، انا شخصيا باخشى ان هذه العقليه تكون موجوده عند المنافسين، والله بتكلم بجد. يعني انا اللي طول الوقت من الناس عموما بيعيش في اوهام او بطولات وهميه يصنعها لنفسه، او يرتضي بالخساره ويرتضي ان مكسبه يكون في سقوط المنافس او يصدق هذه النوعيه من الشعارات ويكتفي، انا بيبقى عندي حقيقه فرحه بيه لان طول ما هو موجود بيساعدك. انما هذه النوعيه على طريقه كابتن حماده عبد اللطيف ده تخشى منه. ليه؟ لان هو طول الوقت في كلامه أولا بيكون موضوعي، ولكن في اللحظة دي هي لحظة مصارحة ما تخرجش غير في لحظة اتزان نفسي، إن أنت تيجي وفي عز خسارتك تستشهد بالمنافس مش بحد بعيد، لا تروح للمنافس وتقول إزاي هو مفيش في ثقافته فكرة إن هو يكتفي من البطولات. آه وارد بيقع، ولأن كرة القدم في العالم كله فيها الاستثناء ده، ولكن هو عنده من الدوافع إن تخليه طول الوقت قادر يرجع تاني. وانا عشان كده بقول يا جماعه دي الصوره الذهنيه، ده شعارنا في الحلقه. تعال شوف مهند الجالي، رفيق حليش، تعال شوف تصريحات كابتن حماده عبد اللطيف. هو ده، انت فاكر صورتك الذهنيه دي بنيتها في بطوله فاتت؟ بنيتها في البرونزيتين الاخيرتين اللي خدتهم؟ بنيتها في حقبه مانويل جوزيه؟ بنيتها مع بيتسو موسيماني؟ لا طبعا، انت بتبني فيها من 1907 طوبه ورا طوبه ورا طوبه، بتخلق حاجه اسمها المرجعيه التاريخيه للنادي الاهلي اللي تخلي الناس لما تيجي تستشهد تضرب بيك مثال في ثانيه. ده اللي بيحصل، وده اللي المنافسين بيروه، وده اللي حمايتنا كلنا مسؤوليتنا ان احنا نحافظ عليه. ده كان شيء مهم جدا نتكلم معاكم فيه، ولكن النهارده بقى بتاعنا وهي مباراه القطن ثم القادم وهو مباراه الهلال. ما ينفعش تحت اي ظروف ما نسمعش مستر كولر اتكلم ازاي وقال ايه، وعشان عندنا كلام كتير جدا هنناقشكم فيه ونقول لكم كيف يفكر مستر كولر. Ja, wir haben ein sehr gutes Spiel gezeigt. Der Match war nicht so einfach, wie man es sich vorstellt. Der Match war schwer, mit der hohen Temperatur. Wir haben es geschafft, dass wir uns ein bisschen in der letzten Zeit ein paar Tage haben. Sie haben uns geholfen, dass wir uns auf diesen Wetter konzentrieren können. Wir haben es geschafft, dass wir uns mit Ruhe spielen können. Wir haben alle Chancen genutzt. Wir haben alles gemacht, was wir haben. Ich habe es gesagt, dass wir drei Tore erzielt haben. Das ist natürlich ein großes Spiel. فوز مستحق، فوز كبير، لكن يعني الحمد لله تعبنا كتير عشان ناخد الفوز ده. يا اسوار مي فور جون جزاك، اللعيبه كانت مركزه جدا، تركيزها ومفتاح السر في الماتش ده، كنا مركزين جدا، اللعيبه كان حطاها هدف محدد ان احنا لازم نكسب الماتش، وطول ال 90 دقيقه مركزين على الهدف ده من قبل الماتش واثناء المباراه. كنا هاديين جدا والكره معانا، بنلعب كره لقدام، بندور الكره كويس جدا، ما نخسرش الكره بسهوله. كل دي الكره اللي انا دايما بطلب بيها لعيبتي، واللي بتمنى ان كل مباراه انها تتنفذ 100% اللي انا بقوله، 80% الكره بتاعتنا لو اتنفذت هنبقى دايما بنلعب الكره دي. اهم حاجه بقولها ان التركيز كان اهم نقطه النهارده في مباراه النادي. يا اسمان موس نتلي كلار زاغن ذا سان داونز، فرقه سان داونز فرقه قويه جدا، فرقه عندها سرعات، فرقه عندها مهاره عاليه جدا، ما تتقارنش طبعا بفريق النهارده وفريق القطن، لكن المفتاح كان التركيز، التركيز الكبير، التركيز اللي قدام الفرق الكبيره ما بيسمحش ان انت تعمل اخطاء، اي خطا بترتكبه قدام الفرق الكبيره بيكلفك اهداف على طول، وده اللي حصل قدام سان داونز. لكن النهارده كنا مركزين طول الوقت عشان خاطر نلعب بالاداء الكويس ده. نقطه مهمه جدا جدا فرقت معانا كتير، ان احنا رحنا متاخر جدا جنوب افريقيا، يومين بس مش كفايه خالص على التاقلم على ارتفاع سطح البحر ونقص الاكسجين. اللعيبه كان باين جدا انها ما قدرتش في خلال يومين 48 ساعه تتعود على الاجواء ده، وده عنصر قاتل كان للعيبه.
Ja, das hat sicher auch mit dem zu tun, wenn du lange Reise hast. الماتش بتاع المقاولين تعبنا جدا وان احنا نطلع 10 ساعات طيران ده ارهاق ما حدش اكيد من الجماهير متخيله تعب كبير جدا توصل قبلها 48 ساعه بس الفرقه في بلد زي جنوب افريقيا ارتفاع سطح البحر بيخلي التنفس صعب جدا فاحنا حاولنا قدر الامكان نعيد اللعيبه لكن طبعا تاثير المباراه والسفر المتاخر كان ليه تاثير بدني مدمر على اللعيبه كان باين في الملعب مش حجج لكن دي حقائق علميه لكن احنا حاولنا ان احنا نعمل احسن ما عندنا لو شفنا مثلا الماتش الاولاني هنلاقي ان احنا في الماتش الاولاني كنا احنا الافضل احنا الاحسن بكتير الفرق في المستوى بيننا وبين سان داونز مش الفرق ده خالص اللي يخليهم يكسبوا بالنتيجه دي لكن للاسف العناصر دي ادت ان الفرق يبان كبير كده. انا كمان بقول النقطه دي ما وضحتهاش قبل كده هي ان الجون الاولاني لسان داونز في القاهره جون مش شرعي. احنا النهارده كنا شفنا الحكم وده قانون لعبه كره القدم لما اللاعب بيتصاب زي منعم النهارده الحكم بيستنى الكوره تبقى الناحيه الثانيه خالص عشان ينزله، ممنوع ينزله في اتجاه الكوره، في ماتش سان داونز الجون الاولاني الحكم نزل اللاعب مش بس في اتجاه اللعب لا ده نزله على الكوره على طول نزل جري ورا هاني على طول ده طبعا جون غير شرعي وكان المفروض ما يتحسبش لكن الدنيا كده انا سعيد بدعم جمهور النادي الاهلي وبهتم جدا بدعم جمهور الاهلي ليا دايما الفتره اللي فاتت كانت فتره صعبه جدا احنا مبسوطين ان احنا لغايه دلوقتي في كل البطولات ان احنا لعبنا فيها وبنلعب فيها ان احنا عندنا امال وعندنا طموحات ده قدر النادي الاهلي وانا عارف ده انه لازم يكسب كل الماتشات لازم يكسب كل البطولات اللي بيشارك فيها احيانا ده ما بيحصلش احيانا ما بيبقاش متاح لاسباب كتير بره الملعب جوه الملعب لكن في النهايه طموحات جماهير النادي الاهلي انا عارفها كويس ان لازم نكسب كل الماتشات الفتره اللي فاتت عايز اقول انها كانت فتره صعبه جدا على اللعيبه احنا بقى لنا اكتر من شهر ونص اللعيبه دي ما شافتش اهاليها قاعدين بيسافروا من بلد لبلد من مكان لمكان لرحله لرحله ساعات سفر طويله درجات حراره عاليه رطوبه عاليه وبعدين تغير الجو بعدها ب 48 ساعه في جو تاني خالص كل ده تعب وارهاق بعد كام يوم اللعيبه هتروح المنتخب مش هتاخد راحه هيروحوا يتمرنوا تاني ويخشوا في تدريبات تانيه وماتشات تانيه فكل ده طبعا فيه صعوبات كتيره لكن عندي ثقه كبيره في لعيبه النادي الاهلي وان احنا ان شاء الله نحقق كل حاجه جمهور الاهلي نفسه فيها ان شاء الله سمعنا مارسيل كولر ومارسيل كولر كان بيتكلم في بعض النقاط اللي ربما تعكس ليك طول الوقت هو شخص لديه مجموعه من الافكار اللي مؤمن بيها قوي هو بيتكلم على كورته اللي بيحب يلعبها واللي بيحب الفريق يلعبها واللي هو دايما دايما بيحاول يحافظ عليها وبيحاول يحافظ على تمسك الفريق بيها ربما مع بعض الامور اللي مر بيها من صعوبات دمجه ما بين افكاره وما بين طبيعة إفريقيا اللي تعالى في ماتش الهلال السوداني وشوف كان بيتكلم إزاي عن اللي اكتشفه كلامه مهم جدا برضو عن فكرة الضغط بتاع المباريات خصوصا مش فكرة عدد الأيام بقدر ما طبيعة المكان اللي انت رحت له يا جماعة للأمانة احنا لو بنتكلم عن النقطة دي مباراة ريني فايلر واللي كان فيها الأخذ بكل الأسباب انت سافرت مع سان داونز وهو راجع على طيارته وخدت عدد من المباريات مختلف انا هنا زي ما قلت مفيش نتيجه ممكن تكون بالرقم ده تبرر ولكن انا بقول ان هو الراجل قال انا ما ببررش ولكن بقول احد الاسباب العلميه اللي انا ما بتكلمش ان هي وجهه نظري كمبرر ولكن بقول ان هو من احد الاسباب العلميه طيب لما نيجي بقى نتكلم كولر بيتكلم عن فكره التركيز وهو بيتكلم ان قدام الفرق الاكبر كمان مستحيل تفقد تركيزك ما بالك قدام الفرق الاقل وعشان كده مهم جدا ان احنا نعرف ان مفتاح مباراة الهلال السوداني في مصر هو التركيز وكولر لو عرف ان هو ما مر بيه من تجارب ربما فيها سلبيات كبيرة جدا يعني امور مر بيها فاجئته ده لو قدر يطوعه بان هو عرف الحاجات اللي هو بيمتلكها واللعيبة بتقدر تعملها مع طبيعة كرة القدم الافريقية وشخصية فرق افريقيا وازاي يقابل ده احنا نقدر على مدار بقية البطولة ان شاء الله لو تجاوزنا الهلال نظهر بوجه مختلف تماما لان كولر عنده لحظات مضيئة جدا وعنده حاجات حصلت كلنا شفناها مقترنة اكتر بفكرة التعامل مع الادوات كان ممكن يكون ازاي انا عاجبني ان تصريح مباراة المقاولين العرب ما تقالش بعد خماسية سان داونز يعني ما تقالش في المؤتمر الصحفي لمباراة سان داونز وده كان شيء ايجابي جدا لانه كان هيبقى غير مقبول التصريح في التوقيت ده لكن كولر قاله بعد الفوز على القطن الكاميروني 4-0
اتكلم في نقط ايجابيه هي فكره الاستعداد النفسي اللي عمله مع اللاعبين خلال فتره اسبوع، ازاي يريحهم يوم خالص من التدريبات عشان يبدا يتعامل معهم نفسيا. ولاعب النادي الاهلي واللاعب المصري بشكل عام بيبقى محتاج بشكل كبير جدا للتعامل النفسي ده، خاصه لما تكون النتيجه ثقيله. فان كولر ياجل الحديث عن مباراه المقاولين العرب لما بعد مباراه فوز ده شيء ايجابي جدا نتمنى نبني عليه، لكن برضو لازم نبقى واخدين بالنا من نقطه مهمه جدا، كان ممكن نعمل روتيشن بشكل جيد جدا في مباراه المقاولين، وعندنا عشان كده مباراه كاس الرابطه يعني هنتناول الامر ده، النادي الاهلي بيطلب تاجيلها. لكن نروح لاحصائيات النادي الاهلي مع القطن الكاميروني بحيث ننهي مباراه الاهلي والقطن الكاميروني اللي هي ما خدتش حقها معانا النهارده بشكل كبير جدا، لكن ان شاء الله تكون يعني سبب في استعاده او اننا نفوز على الهلال باذن الله، ويكون دوافع معنويه كبيره جدا قبل مباراه الهلال ان شاء الله. الاهلي استحواذه مع القطن الكاميروني كان 55% مقابل 45%، محاولات النادي الاهلي كان 7 اون تارجت، يعني اعتقد 8 اون تارجت مش 7. الاهلي سجل 4 اهداف، محاولات القطن الكاميروني كانت 2 من 7. يعني اعتقد مباراه النادي الاهلي تم فيها الاكتساح بشكل واضح جدا على ارض الملعب، وده يعني نتيجه للي حصل في مباراه سان داونز والتعامل النفسي اللي تم من بين كولر واللاعبين، فقدرنا اننا نفوز على مباراه القطن الكاميروني. اعتقد يا اسامه يعني اتكلمنا في امور فنيه كتير وامور تخص المباراه كتير، ممكن يكون عندنا تعقيب فني برضو بعد الفاصل، ولكن اكيد ما ينفعش تسيبونا وتروحوا في اي حته لان النادي الاهلي هيظل خط احمر. نشوفكم بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد وباقي فقرات الاهلي خط احمر، واكيد اكيد هيكون عندنا مكان للمنتخب، منتخب مصر اللي يعني كان مر بظروف يعني صعبه في المجموعات وتغيير مديرين فنيين ثم الاستقرار على روي فيتوريا. النهارده روي فيتوريا بيعلن قائمه المنتخب استعدادا لمباراتي ملاوي اللي هتكون يوم 24 مارس ان شاء الله و 28 مارس. نتمنى ان شاء الله التوفيق للمنتخب المصري في هذه المجموعه، وخاصه ان المباريات دي في توقيت شهر رمضان، يعني المعسكر كمان كل سنه وحضراتكم طيبين بمناسبه شهر رمضان هيكون في رمضان، فهتبقى ظروف مختلفه، ومباراه ملاوي العوده هتكون الساعه 3 يعني قبل الافطار، فبالتاكيد مباراه صعبه. واعتقد كمان ما نقدرش نعفي المباراه دي او ناخذ هذه المباراتين بمعزل عن مباراه الاهلي والهلال، لان في 7 من نجوم النادي الاهلي منضمين لقائمه منتخب مصر الاول اللي ممكن نستعرضها مع حضراتكم، قائمه منتخب مصر لمباراتي ملاوي. في حراسه المرمى موجود طبعا كابتن محمد الشناوي، احمد الشناوي، محمد صبحي، في خط الدفاع محمد هاني وهشام صلاح ومحمد حمدي واحمد فتوح واحمد حجازي وعلي جبر ومحمد عبد المنعم واسامه جلال، وفي خط الوسط طارق حامد، امام عاشور، محمود حماده، مروان عطيه، حمدي فتحي، احمد سيد زيزو، مصطفى فتحي، عمر مرموش، احمد عبد القادر، محمد صلاح، وفي خط الهجوم مصطفى محمد، احمد حسن كوكا، وكهربا لاعب النادي الاهلي منذ العوده في حاله تالق. بالتاكيد مباراتين هيكونوا في غايه الصعوبه للاجواء ولظروف منتخب مصر في المجموعه، نتمنى ان شاء الله يكون الفوز حليف المنتخب المصري في المباراتين، ونتمنى ان شاء الله تكون في عوده سريعه لمنتخب مصر بعد مباراه 28، لان في 7 من لاعبي النادي الاهلي متواجدين مع المنتخب المصري، وهيكون عندنا مباراه مصيريه يوم 31 لسه ما اتحددش بشكل كبير، نتمنى انها تكون 1 ابريل عشان يكون في متسع على الاقل يوم للعيبه دي انها تريح بشكل او باخر، ونتمنى يكون في تنسيق ما بين المنتخب والنادي الاهلي في حاله ان روي فيتوريا في لاعبين من ال7 مش هيكون محتاج ليهم في مباراه العوده، يعني ما يسافروش ويكونوا متواجدين، وسبق وحصل التنسيق ده بين روي فيتوريا وانديه كتير، وحتى روي فيتوريا قال ان التنسيق مستمر ما بينه وما بين الانديه. بالتاكيد يا فارس عندنا وقفه مع لاعبي المنتخب المصري، وتحديدا يعني مروان عطيه صفقه النادي الاهلي الشتويه، وايضا محمود عبد المنعم كهربا اللي يعتبر عودته في نفس التوقيت التعاقد مع مروان عطيه، مش بنقول صفقه جديده ولكن بنقول بعد ايقاف 6 شهور يكون كهربا متواجد في ارض الملعب، وانت اكيد عندك كلام عن كهربا. ده حقيقي يا اسامه، واولا لازم نقول يا جماعه ان العدد الموجود من لاعبي النادي الاهلي في قائمه المنتخب هو الاكثر لاي نادي، و كعادة النادي الأهلي هنا بيدي دايما رسالة قد إيه هو مهم للمنتخبات الوطنية، وده برضو من الأدوار اللي احنا بنتكلم عليها على مرور الحلقة.
طبعا لاعبي النادي الاهلي اللي موجودين كلهم في المنتخب في مباريات مهمه زي ملاوي اللي انت هتلعبه جولتين ورا بعض في المجموعه اللي وضعك فيها مش افضل حاجه، اكيد لازم نقف عند بعض اللاعبين. بعض اللاعبين زي مروان عطيه وكهربا، لان ما قدموه مع النادي الاهلي محتاج وقف. انا تحديدا عايز اتكلم عن كهربا. بصوا يا جماعه، هي كره القدم الشغف فيها وحبك ليها واللحظات اللي انت بتعيشها فيها جنون كره القدم مرتبط بمشهد زي وجود كهربا النهارده. عارفين فكره للعداله وجوه كثيره كده، وجود كهربا هو شكل اخر من العداله، يمكن عداله ان انت لما تواجه كل الظروف دي وتمر بكل اللي مر بيه كهربا. يا جماعه كهربا من شهرين بس كان البعض بيقول ان انت مسيرتك الكرويه اتدمرت وانتهت، كان البعض بيصرح ويقول له انت خلاص يا كهربا، انت بقيت ماضي، انت بقى اسم كان جيد في الكره المصريه ربما كان له مستقبل. كهربا ست شهور ما بيلعبش كوره. كهربا هو اكتر لاعب في مصر النهارده لو مستواه وحش كنت هتقول العامل البدني والعامل الذهني. العامل البدني اللي ابتعده ست شهور عن المباريات الرسميه، والعامل الذهني الله يكون في عونه في ظل المشاكل والقصه اللي حاصله والفيفا ومحكمه وخطاب رايح وخطاب جاي، هتنتظر منه ايه؟ قدم كوره. فكهربا النهارده وجوده في المنتخب هو عنوان، هو عنوان. دي الحاجات اللي انت لما بتيجي كده بعد سنوات تتفرج على رحله لاعبين فيها امور تخليك كده الادرينالين يطلع عندك وتقول ايه ده وازاي ده حصل وايه الاصرار ده وان كره القدم لعبه مجنونه ملهاش ضوابط، عشان ده تفتكر مشهد كهربا. كهربا الناس بتقول لك ليه 10 مساهمات في 10 مباريات، وده غير صحيح بالمره. كهربا لعب عدد دقائق يوازي 5 مباريات كامله، لان انت لما بتحسم مساهمات اللاعب بتحسبها لكل 90 دقيقه. كهربا لو لكل 90 دقيقة هو لعب ما يعادل 5 مباريات كاملة، يعني لكل 90 دقيقة عنده مساهمتين، سجل 8 أهداف وصنع هدفين. يا جماعة كتير جدا من لاعبي الكرة المصرية لما نيجي نتكلم عن اللي بيقدموه محتاجين يقيسوا نفسهم في الفترة دي مقارنة باللي كهربا قدمه، مقارنة باللي بيمر بيه. أنت لما تيجي تكلمني عن ظروف وعن مبررات أنا التمسها لك كلاعب، هلتمس لك مبررات للتقصير ازاي وانا شايف لاعب زي كهربا في ظل كل اللي بيمر بيه ده قدم اللي هو قدمه. ده طبعا احنا الارقام دي تناولناها، ولكن اللي انا عايز اتكلم فيه ان كهربا بيصنع معادله مهمه جدا، ورساله وجود كهربا في المنتخب هي رد على كل واحد اساء لكهربا. وانا دايما عندي مدرسه، الرد يا جماعه على الاساءات والتطاول والتجاوز مش بان انت تعمل نفس الشيء، ومش بان انت تسيء، ومش بان انت تتجاوز، ومش بان انت تبقى شبه اللي اساء ليك، ولكن بان انت ترد بالحاجه المنوره اللي عندك. كهربا رد بمستواه، كهربا وجوده النهارده يا اسامه في منتخب مصر هو تتويج، تتويج للي عمله الفتره اللي فاتت، واللي انا بالنسبه لي هو ضد منطق كره القدم. هو عشان ضد منطق كرة القدم يبقى لازم نقول توفيق ربنا مصاحب كهربا بشكل كبير جدا جدا. وهنا رسالة لكهربا نفسه، هي طبعا توفيق ربنا، يعني ده طبعا هدف كهربا في مباراة أسوان، وكهربا في كل البطولات اللي شارك فيها سواء الدوري المحلي سجل، في دوري أبطال أفريقيا سجل، في كأس مصر سجل. البطولة اللي ما سجلش فيها كهربا هي بطولة كأس العالم للأندية، وطبعا سجل في مباراة القمة وصنع أهداف. يعني كهربا مسيرته حتى هذه اللحظة متألق جدا في العشر مباريات اللي لعبهم مع مارسيل كولر. ولكن زي ما قلنا لما تيجي تشوف الأرقام دي وتقارنها بأرقام كهربا قبل الإيقاف حتى في عز تألق كهربا، هتلاقي أرقام كهربا في الفترة دي لا كبيرة قوي ما شاء الله. يعني أرقامه لما تيجي تتكلم عن 11 تسديدة فبيسجل 7 أهداف في 11 تسديدة، ده شيء إيجابي جدا. لما تيجي تتكلم عن الإكسبكتد جولز ما بيعديش 4 أهداف في كل المباريات اللي شارك فيها وبيسجل 7 أهداف وبيصنع 3، أعتقد دي أرقام بتقول رسالة، رسالة لكتير. أولا لكهربا نفسه إن توفيق ربنا مصاحبك فحافظ على ده، وأنت عارف إزاي تحافظ على ده بالإجتهاد والإلتزام والتركيز اللي أنت فيه، وزي ما انت في الفترة دي تحديدا ابني عليها، ابني عليها، لان انت اسم كبير ولاعب موهوب جدا جدا، وكل الناس لم تختلف على موهبتك. ممكن كان الاختلاف على بعض الاشياء مصاحبة للموهبة، لكن الموهبة كبيرة جدا. فلما يكون التوفيق حليفك حافظ على التوفيق ده بالاجتهاد والالتزام والتركيز في ارض الملعب. رسالة ايضا لاتحادات الكرة او للاتحاد الكرة او للشخص
المسؤول في اتحاد الكرة اللي وثق عقد كهربا بعد مرور مدة التوثيق 30 يوم. دي رسالة. عشان كده كهربا النهاردة كان أول رد فعل ليه بعد انضمامه للمنتخب هو مرتبط بتوفيق ربنا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الحمد لله ربنا كبير. ده رد فعل كهربا. كهربا داخل في حالة متأكد ان هو واقع عليه ظلم ما، هو واقع عليه ظلم ما، واكيد اكيد هو شايف ده ونيته صافية جدا وسالكة جدا. فده في كرة القدم يا جماعة، والله ده حقيقي في كرة القدم. يعني في كرات لو التوفيق مش معاك تخسر بطولة. يعني محمد مجدي قفشة في القضية ممكن توفيق مصاحب ان انت تستلم وتدخل وتتوغل وتوقف وتشوطها بالشكل ده وتيجي جول، ولو اتعادت 100 مرة مش تيجي كده. جول ابو تريكة في الصفاقسي في الدقيقة 92 وبتسدد بشمالك، ده توفيق. التوفيق ده بالتأكيد انت عملت حاجة عشان تستحقه. فأتمنى الكهرباء ان هو يحافظ على هذا التوفيق، وأتمنى للتلاعب في اللوائح والتلاعب في العقود والمجاملات والمحاباة اللي بتحصل في عهود بقى اتحادات الكرة، أتمنى انها تتوقف الحقيقة. يعني لابد انها تتوقف، يكون في لائحة تحكم كرة القدم المصرية، لأن بالفعل احنا وصلنا لمرحلة صعبة جدا 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 تستحق الحساب على جميع من في المنظومة الرياضية. نروح لنقطة تانية ولاعب تاني وهو مروان عطية. يعني كان اسم مروان في وقت من الأوقات كده لما بيكون مهاجم مع منتخب مصر يقول لك مروان يبقى فيه إهدار للآداب. مروان عطية جه كسر القاعدة تماما. مروان عطية اللي قدم أوراق اعتماده بمجهوده وبلمساته، لكن قبل مجهوده ولمساته مروان عطية ده لو جيت اتكلمت قبل شهر يناير كنت هتقول إيه؟ مروان عطية في الزمالك. واضحة يعني كل الكلام كان بيتقال إن مروان عطية في الزمالك. طيب لو أنت جيت فكرت كده مكان لاعب عايز يلعب بشكل أساسي، يجي النادي في عمرو السولية وحمدي فتحي وأليو ديانج في وسط الملعب وأكرم توفيق يقدر يلعب في المركز ده ربنا يشفيه؟ أكيد صعب. هلعب وسط دول؟ أليو ديانج دولي، لاعب دولي، حمدي فتحي لاعب دولي، عمرو السولية لاعب دولي. أنا هاجي أتنافس مع دول في يناير ولا أروح لمكان أقدر ألاقي إن أنا متواجد بشكل أساسي من أول يوم زي زملائه اللي سبقوه لنادي الزمالك أو اللي تعاقد معاهم نادي الزمالك؟ بالتأكيد العقل والمنطق لو أنت عايز تلعب كورة ومش قد التحديات هتستسهل الأمر، خاصة إن نادي الزمالك كان متمسك بيك وطلبك، وده كان تصريحات متبادلة بين المسؤولين هنا وهنا في الأندية. لكن يجي تدخل من الكابتن محمود الخطيب ويحضر المفاوضات بنفسه مع الأستاذ محمد مصلحي ويكون رغبة اللاعب مع كابتن أمير توفيق الانضمام للنادي الأهلي، ده لاعب واثق من إمكانياته كويس قوي، مش قلقان، لاعب مش خايف من منافسة. صحيح. أنا هنافس ثلاثة كبار لكن أنا عندي الإمكانيات اللي تأهلني لده. طيب أنت ممكن تكون بتقيم نفسك في أوقات كتير جدا بشكل مبالغ فيه، لما تيجي تتحط على أرض الواقع، لما تيجي تطلع على الهوا، أنا مذيع جامد جدا، طب تعالى اطلع على الهوا، فبتطلع على الهوا بتثبت إمكانياتك. طيب انا لعيب جامد جدا واقدر انافس عمرو السوليه واقدر انافس اليو ديانج واقدر انافس حمدي فتحي، فتيجي تتحط في الملعب تلاقيه لاعب فعلا اضافه، لاعب كان جماهير النادي الاهلي سقف توقعاتهم لنجاح الصفقه دي واضافتها للنادي مش كبير، دلوقتي بقى بيعقد عليه امال خط الوسط. هل ده معناه ان كده مروان عطيه الموضوع انتهى، شكرا نجحت؟ لا، ده دي بشاير نجاح، بوادر نجاح، دي بتقول لك انت تمتلك مؤهلات النجاح في النادي الاهلي على المستوى العقليه اللي هي قبلت التحدي ده، وعلى المستوى الفني اللي كان مسيطر على وسط الملعب تماما في مباراه القطن الكاميروني وكان هو مفتاح الفوز بالتمريره اللي لعبها لمحمد مجدي قفشه اللي لعبها عرضيه جاب منها كهربا الهدف الاول. فده لاعب امكانياته تؤهله للعب في النادي الاهلي، شخصيته تؤهله حتى الان للعب في النادي الاهلي. ليه بقول حتى الان؟ لان ياما لعيبه وكتير لعيبه جت كانت مبشره جدا ولكن خطفتها الاضواء. فاتمنى من مروان عطيه يركز في تاريخ كبير جدا ممكن يصنعه مع النادي الاهلي، يشوف عمرو السوليه، يشوف حسام غالي، يشوف اللعيبه اللي في وسط الملعب قدرت تحقق علامه مضيئه وتكتب اسمها بحروف من نور. مروان عطيه قادر على ده، قادر على ده، نتمنى التوفيق يكون حليفه، نتمنى يستمر في نفس الاجتهاد والالتزام وهو يمتلك الموهبة، نتمنى ألا تخطفه الأضواء.
بص يا اسامه، انت قلت حته انا لازم اقف عندها لان انا متفق معاك فيها، وهي دي جوهر ليه تحس ان مروان عطيه تقدر تراهن عليه. لان اسامه انت قلت فكره المنافسه، احيانا البعض في كل حته وفي كل مجال ما يحبش المنافسه يا اسامه، وما يحبش يبقى جنبه ناس قويه او حواليه ناس قويه او يبقى بينافسه حد قوي، لان هو ما عندوش الادوات وما عندوش التولز وما عندوش الامكانيات، فيختار الخيار الاسهل ان هو يتجنب المنافسه طول الوقت، يبعد عن خيار فيه منافسه او يبعد عن الناس اللي بتنافسه. ليه؟ لان هو فاقد الثقه بالنفس. مروان عطيه لو انت هتيجي تتكلم لاعبين كتير جدا حطهم في ده، هنا هتاخد فلوس وهنا هتاخد فلوس، بل بالعكس ربما في المكان الاخر واحنا بنشوف عقود بتطلع فلوس اكتر، هتاخد فلوس اكتر وهتاخد فلوس وممكن وانت ما عليكش ضغوط وشعبيه برضه، وشعبيه لان انت مش مطالب كمان تحقق في انديه اخرى اللي مطالب تحقق في الاهلي. فلما يجي يبقى عندك الخيار ده والخيار ده وتروح للحته اللي انت وانت مغمض طالع منها لاعب بيلعب في المركز ده احترف بره، والحته بتاعتك فاضيه، الحته بتاعتك فاضيه خالص، من بكره انت اساسي وحلو وحش هتلعب، وتقرر ان انت تروح تدخل، يعني ما بنقول بالبلدي تدخل المعمعه بفرمها، ما فيهاش غير كده يا اسامه، هتشمر عشان تلعب، هتشمر وهتروح ناطط كده بتاع عادل امام في سلام يا صاحبي وتطلع تشوف ايه اللي هيجي معاك. ده اللي عمله مروان عطيه نفسيا والله. هو اختار اصعب خيار يا جماعه، اختار الاختيار اللي هيروح فيه يتعب قوي، فده مؤشر. ومروان بعيدا بقى عن كلام في امكانيات كتير وارقام كتير، عنده حاجه دايما كده لما تقرا وتحاول تفهم اللاعب رقم 8 بيميزه حاجه، هاو تو بيك ا باس، يعني ايه؟ ان انت تختار التمريره، ان انت تروح للتمريره الافضل. يا جماعه اللعيب اللي بيلعب رقم 8 وبيميزه عن اي لاعب مش ان هو بيسلم ويستلم، ومش ان هو اكتر لاعب بيقطع الكوره، ومش ان هو اكتر لاعب بيجري، كل الحاجات دي مطالب ان هي تكون موجود فيه بنسب، انما الحته اللي مفترض تبقى مختلفه اختيار التمريره، واصعب حته هي اختيار التمريره. مروان عطيه عنده دي بالفطره، لو حواليه كذا لاعب بيروح لاختيار التمرير الافضل يا اسامه، بيعمل سكان وهو مغمض، بيعمل سكان بالظبط وبالفطره يا جماعه، مهما اتدربت عليها وانت ما عندك. احنا كابتن حسام غالي كنا دايما نقول كده ان هو بيلعب وطول الوقت باصص راسه مرفوعه وهو ماسك الكوره، ليه؟ هو كده بيعمل سكان وهو هو مغمض، الكوره طلعت في الحته الافضل، التوزيعه طلعت، دي عنده، ودي يا جماعه غاليه جدا 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 في كرة القدم، فلازم يحافظ عليها ويحافظ على البداية اللي هي مجرد بداية. هتقولي ان انت بتقوله ده، ما هو انت لسه بقى بتنافس، وما ينفعش بدري اللي عمل عمرو السولية واللي عمل لعيبة كتير في تاريخ النادي الاهلي، ان كانوا عندهم تراك سي من 1000 متر، جريوا ال 1000 متر، ما جاش في ال 500 وال 300 ووقف وقال انا تعبان، وابسط حاجة ان انت تكون بادئ انطلاقة قوية جدا وتيجي بعد 200 متر مش قادر. اللي عمل اللعيبه اللي زي شوقي واللعيبه اللي كتير جدا في تاريخ النادي الاهلي في المركز ده، وهم لعيبه كتير، وكابتن احمد حسن طبعا من اللعيبه اللي قدر يحافظ على الاستمراريه لسنوات، انه من اول ما طلع ونور لحد ما بطل وقال سلام عليكم وهو طول الوقت عنده مستوى ما بينزلش عنه كتير، ده اللي مفترض مروان عطيه يبص له قبل اي حاجه. واعتقد كمان عندنا لعيبه في قائمه المنتخب الاولمبي، لان ده اللي ممكن بعد كده اسامه نروح من الفكرتين دول ليه، وهو ان انت عندك 7 في المنتخب الاول، وحمزه علاء، محمد اشرف، كوكا، رأفت خليل في المنتخب الاولمبي، فانت عندك عدد كبير من اللاعبين. طبعا نتمنى لكل منتخباتنا الوطنيه التوفيق، لان الكره المصريه بتمر بمرحله صعبه جدا، واعتقد دور النادي الاهلي مع المنتخبات الوطنيه فيها طول عمره تاريخي، ولكن كمان مفترض يكون في حاجه قصاد حاجه يا اسامه، ما يبقاش طول الوقت النادي الاهلي محطوط في معادله بيضحي بس فيها. هو ينفع انا وانت نبقى في برنامج وطول الوقت اقول لك يا اسامه ضحي 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 ضحي؟ لا، مره بيبقى فيه امور كده ومره فيه امور كده عشان الامور تتزن، انما طول الوقت ضحي وبس كنادي اهلي اعتقد في مشكله كبيره. تأكيد انا بضحي على طول. انا بضحي احنا مضحيين طول الوقت. يعني لما يكون في 14 لاعب في صفوف النادي الاهلي مع المنتخبات، 7 لاعبين في المنتخب المصري الاول، 4 لاعبين في المنتخب الاولمبي، و3 لاعبين محترفين، اليو ديانج وبيرسي تاو المتالق جدا، اللي بالمناسبه كان لازم ياخد حقه في مباراه القطن الكاميروني بعد التالق ايضا في مباراه
صن داونز الجنوب افريقي، يعني بيرسي تاون مساهم في 3 اهداف، صنع 2 لكهربا وسجل هدف رائع استحق عليه كل لمسه، تشجيع جماهير الكاميرون، الجماهير الجميله بصراحه يا جماعه، جماهير افريقيا جماهير جميله، زائد 3 لاعبين زي ما قلت المحترفين، علي معلول طبعا في منتخب تونس، وحدث ولا حرج يعني عن علي معلول، ربنا يكرمه ويرجع لنا من منتخب تونس سليم. انا بقلق من سفريه علي معلول مع منتخب تونس بسبب الغيابات الكتير دي. النادي الاهلي بيطلب رسميا تاجيل مباراته امام النادي المصري البورسعيدي في كأس الرابطة، زي ما حضراتكم شايفين ده بيان النادي الأهلي اللي بيتكلم عن ان في امور متعلقة باللوائح، ان انا عندي اكتر من 2 لعيبة دوليين منهم علي معلول وبيرسي تاو وأليو ديانج هينضموا لمنتخبات بلادهم، وبالتالي اللائحة في صف النادي الأهلي، والنادي الأهلي عنده كمان 7 لاعبين مع المنتخب الأول و4 لاعبين مع المنتخب الأولمبي، وبالتالي من حق النادي الأهلي ومن حقه أنه يطالب بتكافؤ الفرص، لأن الأندية الأخرى مش متاخد منها كل هذا العدد من اللاعبين. وتخيل بيتقال كده عن النادي الأهلي وهو بيساهم ب14 لاعب، بيتقال أن لاعبي النادي الأهلي في كبوة، أنت متخيل ما بالك بباقي الأندية اللي متاخد منها 3 لعيبة و4 لعيبة ولاعبين موقفهم يكون إيه؟ يعني حتى كبوة النادي الأهلي تذكرنا بمقولة عصام الشوالي، يعني ليت كبوات الأندية كلها مثلك يا أهلي، يعني الحقيقة هو ما قالش كبوات يعني، بس احنا وزناها كبوات. وبالتالي مطلب رسمي وشرعي جدا ومنطقي ان النادي الأهلي يطالب بتأجيل مباراة المصري. في نقطة مهمة جدا، ان النادي الأهلي طالب بالتأجيل قبل ما عرفته لنتيجة صن داونز مع الهلال السوداني، فما بالك كمان لما نتيجة الهلال السوداني وصن داونز تدي للنادي الاهلي الفرصه من جديد ان يكون في مباراه مصريه مع الهلال الصعود، في هي مباراه الصعود للدور الثمانيه تكون قبل مباراه الاهلي والمصري. اعتقد الامور امام الرابطه تكشفت بشكل واضح، مستقبل الكره المصريه هو مع المنتخب، وبدليل ان لعيبه النادي الاهلي دايما لما بيتعارض توقيت منتخب مصر مع النادي الاهلي حتى والنادي الاهلي بيلعب مباراه رسميه وفي اصعب المواجهات حتى لو كاس عالم الانديه لعبت مع المنتخب. اعتقد دور الرابطه زي ما اجلت ببساطه شديده مباراه سيراميك كليوباترا لنادي الزمالك قبل سفره للترجي التونسي، كان يوم 3 المباراه ويوم سبت الترجي، لم يتم تاجيل مباراه المقاولين يوم 3 ويوم سبت جنوب افريقيا، اعتقد لم يعد هناك متسع من الضغط على النادي الاهلي مره اخرى. هتيجي تقول لي موقف النادي الاهلي مختلف، ايوه يا سيدي، النادي الاهلي له 3 مباريات مؤجله او مباراتين فرق بينه وبين مثلا نادي الزمالك، هقول لك هو هل يتم عقاب النادي الاهلي دوما ان هو متواجد في كاس العالم للانديه؟ يعني ومش تواجد فقط لا غير، النادي الاهلي بيكمل لنهائي لاخر يوم في البطوله، يعني النادي الاهلي لو كان خسر من اوكلاند سيتي كان رجع ولعب مباريات الدوري، طب النادي الاهلي لعب 4 مباريات في 10 ايام في كاس العالم للانديه، هل هيتم عقاب النادي الاهلي ان هو يتعثر في افريقيا عشان ما يشاركش في كاس العالم للانديه او النادي الاهلي هيشارك في 2025؟ فاتمنى من رابطه الانديه انها تستجيب لمصلحة الكرة المصرية، لممثل كرة القدم المصرية، وأتمنى من الاتحاد المصري لكرة القدم يعني يستشعر بعض الإحراج تجاه جماهير النادي الأهلي حقيقة، يعني لأن النادي الأهلي مش في انتظار تهنئة من الاتحاد ولا في انتظار تمنيات بالتوفيق للنادي الأهلي في مباراته الأفريقية والعالمية، لكن الحقيقة بيتم وضع الاتحاد المصري لكرة القدم في مواقف محرجة كتير من اتحادات أخرى هنتناولها. فأتمنى الاتحاد المصري يكون عنده حرص على حفظ ماء وجهه أمام جماهير كرة القدم المصرية وتحديدا جماهير النادي الأهلي. طبعا ده مطلب مشروع فارس للنادي الأهلي، وأعتقد الرابطة المفترض أنها توافق على طلب أو مطلب النادي الأهلي. أنا بالنسبة لي لو لم يتم الطلب النادي الأهلي يلعب بفريق الناشئين. طيب ده جزء مهم، لأن في حاجة أنا جماعة بعد فكرة طلب النادي الأهلي سمعت كثير من الآراء اللي بتقول لك أصل كأس الرابطة أصلاً أنت مفترض تلعبه من الناشئين، لا بقى ثانية واحدة، هنا محتاجين نقف ونختلف مع بعض. أنا ما عنديش مشكلة إن يبقى معايا لاعبتي، لأن النادي الأهلي يا جماعة قال مطلب عادل، النادي الأهلي مش هيجي يطالب بحاجة لأن هي غير عادلة، لا تعالى أقف معايا في الحتة الصح وبعد كده نتكلم في النقطة دي. المسابقة لها قواعد واحدة، وكأس الرابطة مثلاً بيتلعب بشكله حتى لو اختلف عن كاس الرابطه هنا بيتلعب مثلا في انجلترا.
هل مفترض ان انت تحط مانشستر يونايتد ولا مانشستر سيتي ولا ليفربول في وضع مختلف عن نادي زي ارسنال؟ هل مفترض ان ارسنال يبقى لعيبته موجوده مع المنتخب؟ اصل بيتقال لك ايه؟ اصل هي المسابقه معموله في وقت التجمعات الدوليه، فيبقى اللعب في الوقت ده في التجمعات الدوليه، فانت طبيعي تبقى عارف انك هتلعب من غير لعيبتك. لا، مع احترامي، مفيش مسابقه في العالم كده. مفيش مسابقه في العالم كده. مفيش مسابقه ان هي اسمها عشان النادي الاهلي اللي عندي في المنتخب الاول 7 لعيبه وعندي 3 اجانب وعندي 4 في المنتخب الاولمبي يغيب عني 14 لاعب ونادي اخر يبقى غايب عنه 2 أو 3 وتيجي تقول لي العب بالناشئين. لا، انا مفترض يبقى عندي القايمه بتاعتي، وانا بقى العب ايه وادير اموري ازاي خلال المسابقات المختلفه، ده حق النادي الاهلي. يبقى لا تصادر على حق النادي الاهلي بان انت تقول لي اصل مفترض تلعب بالناشئين وهي بتتلعب وقت التجمعات الدوليه. يا جماعه، اي مسابقه عشان نحط معاييرها لازم يبقى قواعدها عادله بين كل الانديه، انما ما بقاش انا بدفع ضريبه طول الوقت. وده اللي قلته في البدايه، هو طول الوقت الاهلي مطالب هو يدفع الضريبه، ان انا عشان عندي 14 لاعب في المنتخبات فيبقى نادي مثلا سي زي بيراميدز او فيوتشر او النادي المصري او اي نادي ما عندوش نفس العدد او عنده 2 أو 3 يبقى هنا المشكله بالنسبه له. اصل انت كاهلي يلعب بالناشئين. يا جماعه، مش ده اللي يتقال، ومش ده الموقف اللي مفترض اي حد فينا يتبناه. انا مفترض اقول لك دي بطوله محسوبه على اسم النادي الاهلي، حط لي القواعد العادله وده مطلب النادي الاهلي، التنافسيه المتكافئه بين كل الفرق، وبعد كده انا اعمل اللي انا عايزه. انا بقى اريح لعيبتي ما اريحهاش، بس الفكره انك انت ما تخلينيش طول الوقت مش بلعب على نفس المعيار. روي فيتوريا كان عنده تصريحات، انا بجد عجباني تصريحات روي فيتوريا، لان انا بحب المدرب اللي ما عندوش توازنات. واحنا هنا وقفنا في البرنامج ده، وروي فيتوريا لما سمح لبعض اللاعبين في مباراه وديه وكان بعدها ايضا مباراه في دور تمهيدي والامور لا تسمح في المباراتين بالشكل ده، شفنا لعيبه بتخرج من المنتخب بين الشوطين. وهنا وقفنا في قناه النادي الاهلي وقلنا الوضع بالنسبه لنا غريب، والراجل طلع وقال انا مش هيتكرر ده عندي تاني. ولكن لما نيجي نلاقي روي فيتوريا بيقول تصريحات تدل ان هو بيتكلم في سياق واضح، مستوى الاهلي والزمالك مش مؤشر عندي لوضع المنتخب هيكون ازاي، ده مدرب عنده افكار. ولكن التصريح اللي عجبني لفيتوريا هو اصلا اختيار كهربا، ولكن التصريح بتاع فيتوريا اجمل من الاختيار. قال ايه؟ قال كهربا قدم مستوى جيد مع فريقه مع فريقي في الفترة الأخيرة ويستحق الانضمام للمنتخب للحصول على فرصة. كهربا أبهرني بأدائه المتميز داخل منطقة الجزاء وتحركاته المميزة. هنا ليه بقف عند فيتوريا؟ أنا بقول لك مستحيل روي فيتوريا يكون بمعزل عن اللي بيحصل حواليه من ظروف ومن تصريحات ومن مشاكل لكهربا. الراجل ده وهو مغمض، اللاعب ده مصلحتي معاه، اللاعب ده افضل لاعب في مركزه بالارقام حاليا داخل مصر، اللاعب ده معايا في المنتخب. ايه اللي يحصل؟ مين اللي بيضغط؟ مين جوه المنظومه عنده مشكله مع كهربا؟ مين بره هيعمل ايه؟ انا اللاعب ده هيفيدني في اللحظه دي هاخده. لو روي فيتوريا حط ده القاعده بتاعته في شغله هينجح. لو خرج نفسه بره دايره التوازنات هينجح، لو ضم 7 من النادي الاهلي لمنتخب مصر عشان شايف هم الافضل ومش قصه كوتا احط كذا من نادي كذا وكذا من نادي كذا هينجح. عشان كده لما اتكلمنا في سياق فيتوريا والمنتخب والنادي الاهلي قلنا اذا راى فيتوريا ان عنده فنيا بالمشاوره مع النادي الاهلي لاعبين من القايمه مش هيعتمد عليهم اطلاقا، يبقى ده شيء جيد جدا ان هو يمنحهم للنادي الاهلي ياخدوا الراحه الكافيه. إذا لم يرتقي، إحنا هنا دايما بنتكلم أن المدير الفني اللي عنده أجندة رسمية هو يقرر ما يراه لمصلحة المنتخب، ما عندناش مشكلة. فإحنا دايما في قناة النادي الأهلي يا جماعة بنتكلم بشكل متزن، ولا إحنا هنيجي مرة نعمل فقرة ونيجي نعمل عكسها، لأن إحنا طول الوقت يا أسامة بنتناقش وبنفكر وعندنا معيار كده يا أسامة واضح وصريح، إن إحنا نكون متسقين مع نفسنا وصادقين ونحترم اللي بطريقة فيتوريا طالما هي قاعدة على الجميع. وعشان كده برضه لازم ندي الطرف الثاني حقه، اما ان لم ينجح في الضغط باستبعاد كهربا، واما اصلا ما كانش فيه ضغط او تدخل في اختيار القائمه وهو من طرف اتحاد كره القدم. لان في وقت من الاوقات لما قلنا لفيتوريا شوف مين بيتكلم في ودانك وحاول ان انت تشوف بنفسك، كنا شايفين الحاله. لكن حاليا لما يتم اختيار كهربا، وفيتوريا نفسه لما جاب يتحدث عن اختيار كهربا وعن انه ابهره بتحركاته داخل ارض الملعب، اتكلم في نقطه ثانيه بتوضح لك قد ايه
هو عاوز يستفيد من الحالة اللي فيها كهرباء، قال إن كهرباء بيمر بأمور خاصة أنا محتاج أستفيد منها، نوع من أنواع التحديات. كهرباء عايش وقت تحدي، وقت إثبات الذات، فده مدير فني ذكي. ده حقيقي. ملم بالقصة كلها، ومش بس الاختيار إن أبهره داخل منطقة الجزاء، لا ده هو عايش حالة كهرباء وتحديات كهرباء والظروف الخاصة اللي بيمر بيها كهرباء، فعشان نكون موضوعيين زي ما بنقول وقت الانتقاد رأينا بمنتهى الموضوعية، برضو بنقول هنا إن اختيار القائمة حتى لو تم استبعاد بعد كده لاعبي من النادي الأهلي في السفر الذهاب أو العودة في ملاوي، ده هيكون بالتنسيق بالتأكيد لو في تنسيق يعني حصل، ونتمنى إن هو يحصل من أجل مصالح كرة القدم المصرية بما لا يضر بمصالح المنتخب أو لا يضر بمصالح النادي الأهلي، ولو مصالح المنتخب هتتأثر 1% السبع لاعبين مع المنتخب أعتقد النادي الأهلي لن يعارض في هذا، لأن مواقفه السابقة قالت ده خاصة في تحديات كأس العالم للأندية. لكن كلامه عن كهربا واختياره كهربا بيقول إن الراجل هو اللي بيختار، وهو أكد على إن في المؤتمر الصحفي إن اختياره للقائمة اختياره بنفسه لا وصاية عليه، وقالها بوضوح أنا اللي اخترت اللعيبة ودي قناعاتي باللعيبة، وبالتأكيد اختيار كهربا هو الاختيار الأصعب، ولكن مش مفاجئ لأن الحقيقة اللي قدمه كهربا يستحق عليه الانضمام لمنتخب مصر. أكيد كل التوفيق لمنتخب مصر في مباراة ملاوي، هما مباراتين ورا بعض أعتقد هيفرقوا في ترتيب منتخب مصر كتير جدا. يمكن كلام في موضوع ما داخل فقرة في خط أحمر بينتهي، إنما فقرات خط أحمر وخط أحمر نفسه أبدا لا ينتهي. فنشوفكم بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم من جديد، وباقي فقرات الأهلي خط أحمر. يمكن ختمت الحلقة اللي فاتت وقلت في الظروف أنت كنت ظروف استثنائية وعدم تحقيق فوز وهزيمة ثقيلة أمام صن داونز، ما ينفعش نتكلم غير في أخطائنا ونتكلم ونوضح ونصحح، عشان ده الأهلي اللي دايما بيواجه نفسه وبينتقد نفسه بيصح من سلبياته عشان يصل أن يكون دايما وأبدا رقم واحد في كرة القدم الأفريقية. واتكلمت عن البنر اللي حصل في مباراة الإسماعيلي وفيوتشر، وقلت مش هنتكلم دلوقتي. النهاردة انت الكرة رجعت لملعبك، فايز 4-0 على فريق القطن الكاميروني، عندك مباراة بعد اسبوعين، فما كانش ينفع ابدا نعدي الملف ده. ليه؟ ده طبعا صورة لجماهير النادي الاسماعيلي في استاد الاهلي والسلام، وهم بيشيلوا البنر الموجود على احد يعني الجدران في الملعب، وده شيء اساسا من وجهة نظري في تعدي على ممتلكات، لان استاد الاهلي والسلام تابع للانتاج الحربي، فما ينفعش ابدا على الاطلاق تستغل تعصبك الاعمى انك انت تتعدى على لوحه او بنر موجوده كحق اصيل للنادي الاهلي في استاد بيحمل اسم النادي الاهلي. طبعا البنر ده راح بعد كده ونزل على صفحات التواصل الاجتماعي من جماهير النادي الاسماعيلي في اساءه كبيره من وجهه نظر عقلياته، لان ده مش اساءه للنادي الاهلي بقدر ما اساءه للعقليات اللي هي بتتعامل مع بانر بالشكل ده، وبتوضح قد ايه النادي الاهلي هو ازمه حقيقيه لبعض الجماهير. نحترم كل الجماهير الانديه الشعبيه الا الجماهير اللي بتتعدى وتخرج عن النص مع النادي الاهلي. ده كان في مباراه فيوتشر. طيب هتقول لي هنعرف نجيب اللعيبه دول ازاي، الجماهير دي ازاي؟ اعتقد في كاميرات مراقبه، واعتقد كمان ان الرابطه أصدرت عقوبات على جماهير النادي الإسماعيلي، وفي 13 مشجع لهم عقوبة مختلفة، 13 مشجع تم حرمانهم لنهاية الموسم من الدخول أرض الملعب. عندنا مباحث الإنترنت دي طبعا يعني قرارات رابطة الأندية بإيقاف 687 مشجع من الإسماعيلي لمدة مرتين و13 مشجع حتى نهاية الموسم الجاري، وذلك بسبب تمزيق لافتات النادي الأهلي في استاد الأهلي والسلام على هامش مباراة الأهلي وفيوتشر. دي نقطة لازم نتكلم فيها. أنت عندك 13 وعندك مباحث إنترنت وشايف ده بيحصل، فالمفترض يكون فيه تتبع جنائي. أنا قناعاتي الشخصية كده، عشان مش بس يكون ايقاف لنهايه الموسم، لا عشان نوقد اي روح لروح، نوقد اي شيء للفتنه من البدايه، ما تكونش حتى لو هي موجوده ما تظهرهاش، ما تعلنهاش، ما يوصلكش ان انت تتعدى على ممتلكات عامه، على ملعب بيحمل اسم النادي الاهلي، على بنر النادي الاهلي. دي نقطه لابد من الوقوف عندها، لان السنه اللي فاتت في برج العرب اعتداء على اتوبيس جماهير النادي الاهلي برضو من قبل جماهير النادي الاسماعيلي. الحكايه يا جماعه ايه القصه؟
دي كرة قدم. ليه كل ده بيتم؟ لأن مفيش حساب، مفيش عقاب، مفيش محاكمة جنائية لمثل هؤلاء الخارجين عن كل أنواع الروح الرياضية. طبعا يا أسامة المشهد ده بالنسبة لي يا جماعة القصة مش بانر، وإحنا هنا ما كانش ينفع في خط أحمر، وإحنا أساسا اسم برنامجنا اسمه الأهلي خط أحمر، ما نوثقش الواقعة زي دي، لأن شعار النادي الأهلي خط أحمر، كيان النادي الأهلي خط أحمر، واللي حصل ده مش قصة بانر خالص، قصة شعار النادي الأهلي. شعار النادي الأهلي ده حاجة كبيرة جدا، وربما البعض بيدفع ضريبة ما حدث من غسيل مخ إعلامي. النادي الأهلي ده يا جماعة عنده مواقف في تاريخه استثنائية، استثنائية مش شبه أي حاجة مع الأندية تقدر تحط أي نادي، أي نادي في مقارنة معاه. النادي الأهلي ده يا جماعة اللي جه في موسم مع نادي المحلة، ونادي المحلة بيتعرض لظلم في الدوري في السبعينات نتيجة مباراة ما بين المحلة والزمالك، وتم إعادتها رغم أن المحلة كان هو المظلوم فيها ويستحق أن المباراة تحسب لصالحه ويلعب نهائي الدوري، لأن الوقت كانت مجموعتين اللي هيكسب هيلاعب النادي الأهلي من المجموعة الثانية، والإسماعيلي بيتاخد ضده موقف ظالم، أول فريق بيتضامن معاه هو النادي الأهلي، والنادي الأهلي والفريق مرتجي يقولوا وقتها أن إحنا مش قابلين أن المباراة تعاد، ولو ده هيحصل إحنا مش هنلعب المباراة النهائية، ويجي يتقالك كنادي أهلي طب إيه رأيك بقى؟ خد درع الدوري، خد درع الدوري، والمحلة مش هيلعبك أصلا المباراة، فتيجي تقول لأ مش هأتوج بالشكل ده، مش هأتوج على حساب ظلم المحلة لصالح أي نادي آخر، وتقف وقفة تاريخية. مين عمل كده؟ سيبكم الكلام بقى، وسيبكم الشعارات، وسيبكم من اللي عندهم مشكلة في محدودية التفكير، تعالى قول لي موقف في التاريخ في نادي عمل كده مع نادي آخر، مفيش. تعالى قول لي كابتن صالح سليم اللي أنا بقول هو لم يكن في يوم يتخيل أن جمهور الإسماعيلي يعمل كده. كابتن صالح سليم اللي في التسعينات وتحديدا سنة 97 كاس مصر بين الأهلي والإسماعيلي، وبياخد موقف واضح وصريح تضامنا مع الإسماعيلي وجمهوره، يا ريت تضامنا مع الإسماعيلي في أمر إداري، ده مع جمهور الإسماعيلي، لأن اتحاد الكرة قرر أن المباراة تلعب نهارا، المباراة تلعب نهارا، وبالتالي كان وقتها إدارة الإسماعيلي شايفة أن جمهور الإسماعيلي مش هيقدر يجي يحضر المباراة نهارا وهيبقى عنده مشكلة، اللي بيتضامن كابتن ليلا، أنا آسف، فإن المباراة تلعب ليلا، وبالتالي جمهور الإسماعيلي هيبقى عنده مشكلة أن يجي يحضر ليلا ويقدر يرجع الإسماعيلية. وقتها إدارة الإسماعيلي ضغطت بكل الطرق عشان المباراة تتلعب ليلا ونهارا، ورفض اتحاد الكورة. طب عمل إيه كابتن صالح سليم؟ يا جماعة منشط جريدة الأهرام، صالح سليم ينتصر للإسماعيلي وجمهوره، أنتم متخيلين نيجي بعد كل ده نتكلم عن النادي الأهلي وشعار النادي الأهلي اللي يبقى البعض عنده كراهية تجاهه؟ يا جماعة والله العظيم أنتوا ضحية جزء من الإعلام اللي عمل غسيل مخ للناس عشان أهداف أخرى تخدم أندية أخرى. مفيش حد عمل المواقف دي تاريخية، ومش دي بس المواقف اللي عندنا أكيد يا أسامة. لا، احنا أول بطولة حققها النادي الإسماعيلي كان هاني مصطفى افضل ظهير ايمن في قاره افريقيا لاعب النادي الاهلي، تم الاستعانه به من قبل النادي الاسماعيلي وشارك مع النادي الاسماعيلي في البطولات الافريقيه سواء 69 او بطوله 70. موقف النادي الاهلي واضح، جماهير النادي الاهلي كانت في استاد القاهره مع جماهير نادي الزمالك مع جماهير النادي الاسماعيلي بتشجع الاسماعيلي ضد الانجلبير. مساله ان النادي الاهلي رفض ان هو يستقبل النادي الاسماعيلي في الفتره دي مساله ما لهاش اي اساس من الصحه. النادي الاسماعيلي اصلا فترة حصوله على البطولة حتى ما كانش في نادي الزمالك بعد الاختلاف اللي حصل في مباراة ودية ما بين نادي الإسماعيلي ونادي الزمالك بسبب مشاركة طه بصري مع نادي الإسماعيلي، وحصل هجوم من جماهير نادي الزمالك على الإسماعيلي بشكل واضح، وتم نقل معسكر، خلينا استخدم المصطلح الأرقى، نقل معسكر النادي الإسماعيلي لملعب الجزيرة. بدأ يلعب في الجزيرة، لا في الجزيرة بدأ يلعب في الجزيرة، بيتدرب في الجزيرة عشان ياخد البطولة. النادي الأهلي كان بيستقبل مباراة النادي الإسماعيلي الليلية، لأن النادي الأهلي ملعبه كان فيه أضواء كاشفة، وبالتالي كان مباراة الإسماعيلي مثلا والترسانة عايزين نلعب في المباراة دي على ملعب الأهلي، اتفضل، مفيش أي منع للنادي الأهلي. تخيل لو النادي الأهلي كان استضاف النادي الإسماعيلي وكان حصلت أزمة مع جماهير النادي الأهلي مع النادي الإسماعيلي كنت أقول فيه مبرر، لكن ده ما حصلش. فكرة إن النادي الأهلي بياخد لعيبة الإسماعيلي، لا، ما الزمالك بياخد لعيبة من الإسماعيلي. طب أنا عايزك تشوف
الاسماعيلي لما كان النادي الاهلي بيتعامل معاه وبياخد لعيبه من خلاله كان بيوصل ان هو بينافس النادي الاهلي ويلعب مباراه فاصله. حاليا النادي الاهلي بعيد تماما عن النادي الاسماعيلي 5 6 سنوات. اين النادي الاسماعيلي؟ بيصارع كل سنه من اجل البقاء في الدوري وبينتظر المساعدات من اتحاد الكوره، من الدوله، من وزاره الشباب، من التحكيم، من كل اتجاه. التصريحات اللي بتطلع متعلقه بالنادي الاهلي هي تصريحات مسؤولين انا اسف جدا فشلوا في انهم يكونوا فريق قوي يقدر يواجه النادي الاهلي. عشان كده العثمانيين يعني اسماعيل عثمان لما طلع يتكلم عن النادي الاهلي اتكلم وهو عنده فريق واثق فيه، فريق كان قادر وعارف كويس قوي قيمه وقدر النادي الاهلي لانه عارف واثق وقادر واثق من امكانيات لعيبه النادي الاسماعيلي، لعيبه كانت موجوده في المنتخب، ما حدش ينسى الجيل بتاع الاسماعيلي في التسعينات. بشير عبد الصمد وفوزي جمال وانضموا لمنتخب مصر وسعفان الصغير في حراسه المرمى وحمزه الجمل واحمد فكر الصغير ومحمد صلاح ابو جريشه، لعيبه كلنا عارفينها. دلوقتي انا اسف جدا انت على مدار الخمس ست سنين اللي فاتوا لو قابلت اي حد مهتم بكره القدم المصريه تساله عن الفريق الاساسي للنادي الاسماعيلي مش هيجاوب. 5% على الاقل اللي ممكن على الاكثر اللي ممكن يعرفه. فالقصه مش قصه النادي الاهلي وقلتها قبل كده، كل من يتحجج بفشله استنادا ان النادي الاهلي بيتم مجاملته، النادي الاهلي خرج من الصوره تماما من 62 ل 72 توزعت البطوله بين القبائل. مفيش فريق قدر يستحوذ اصلا. مفيش فريق قدر يستحوذ. مشكلتك مش النادي الاهلي ولا سيطره النادي الاهلي، مشكلتك ان انت مش قادر تبني بيتك بشكل كويس، وعشان كده المشاكل متراكمه في النادي الاسماعيلي. خلينا نروح للكابتن علي ابو جريشه وهو بيتحدث عن مدى العلاقه ما بين النادي الاهلي وحاليا في وجود الكابتن محمود الخطيب على رئاسه على يعني منصب رئيس نادي الاهلي، نشوف قال ايه عن مساعده النادي الاسماعيلي من حيث اللاعبين. شوف الفيديو. الخطيب كمان قدم حاجات جميله جدا يعني، وقال للعيبه حتى احنا كنادي مش هناخد اي حاجه من الاسماعيلي يعني كده، وحتى بعض اللعيبه قال لهم فلوسكم هتاخدوها من عند الاهلي. اه الراجل ما قصرش وادى بصراحه يعني حاجه يمكن ما اتعملتش خالص قبل كده في النادي الاهلي او يعني كده. لكن لازم الناس تفهم وتعرف ان رغبه اللاعب هي الاهم. اعتقد يعني الامور واضحه. انت في ازمه كنادي الاسماعيلي مش لازم اطلع في الفضائيات واقول تعالوا خدوا اللعيبه اللي عندي وبعد كده اورطك في قضيه تخسرك نقاط وتخسرك فلوس. ويعني يعني قضيه ابراهيم حسن مش بعيده مع نادي النجوم. لا انا باجي اقول لك ما عنديش مشكله، تعالى شوف اللعيبه اللي انت عايزها ورغبه اللاعب هي الفيصل. قدرت تقنع لاعب انا مش في احتياج ليه على الرحبه والسعه. مش هطلع بقى في الفضائيات وابدا اتكلم عن النادي الاسماعيلي ونادي الاتحاد وكل الانديه الشعبيه واحنا واقفين وراكم ومساندينكم، ومع اول اختلاف وجهات النظر بيتم هد كل ده. مش النادي الاهلي اللي بيعمل ده. مفيش نادي دخل في قضيه وتورط في قضيه لاعب، والنادي الاسماعيلي تحديدا عمره ما تورط في قضيه لاعب. بالعكس، حمزه الجمل في مشكله يرجع حمزه الجمل، رضا في مشكله رجع رضا. القصه سهله وبسيطه. حسني عبد ربه في مشكله يرجع حسني عبد ربه. احمد حسن في مشكلة روح يا أحمد يا حسن من انتقاله من أسوان من مغاغة لنادي الإسماعيلي. ففين يا جماعة الصراعات دي؟ فين القصة دي؟ وإحنا شفنا يا جماعة الناس اللي بتقول اللعيبة راحت للأهلي. أنا عايز أقول لك حاجة، هات لي لاعب النادي الأهلي كان بيتفاوض معاه إن هو ينتقل من الإسماعيلي للأهلي وما كانش نادي الزمالك أو النادي المنافس بيتفاوض معاه، ولو ما كانش راح النادي الاهلي كان هيروح النادي المنافس، وبعضهم لما خرج من النادي الاهلي زي محمد عبد الله راح الزمالك وغيره كتير جدا. يعني ما كانش مثلا النادي الاهلي بيفاوض اللعيبه دي وبقيه الانديه بتتفرج، والنادي الاسماعيلي نفسه ما مغاغه واسوان وكتير جدا من الانديه خد منها اللاعبين وعمل بيهم تاريخ، لان ده احتراف. كابتن عماد النحاس، كابتن احمد حسن، كتير جدا بقى، خميس جعفر، كتير جدا من اللعيبه ترجعوا للتاريخ. ما هي جت من انديه اخرى انت كنت شايف ان انت كنادي عندك افضليه على الانديه دي فتقدر تضمها. هي دي كره القدم. ولكن محاوله ان انت تبص للصوره من اللي البعض عايزك تبص ليها. انت بتشوف انديه النادي الاهلي بطل ياخد خالص من النادي الاسماعيلي على مدار سنتين او ثلاثه اي لاعبين، وتيجي تشوف الانديه دي بتضم مدير فني في عز النادي الاسماعيلي ما كان بيصارع على الهبوط، بتضم المهاجمين، بتضم اللاعبين الاجانب، بتضم كذا، ومحدش اتكلم في اي حته ولا في اعلام ولا في اي حته. وعشان كده لازم الناس تفهم ان والله ده جيم بيتلعب عليك انت المتضرر الاول فيه.
مش النادي الاهلي، لان شعار النادي الاهلي محفوظ وليه تاريخه وقيمته من 1907، مش هيمثل بان حد يشيل بانر. وعايزين بقى تعرفوا النادي الاهلي في عيون اسماعيلاوي عارف التاريخ وعاصر من الستينات ثم السبعينات بقى وهو بيلعب، ومر بكل الحاجات اللي الناس بتحكي فيها وتتكلم وتقول اشاعات كابتن سيد بازوكا، الرمز الاسماعيلاوي ورمز الكره المصريه واحد اهم اللاعبين في تاريخ النادي الاسماعيلي، نسمعه بيتكلم عن النادي الاهلي ازاي وشايف النادي الاهلي ازاي ربما بعض الصغار يفهموا حاجه. اولا شرف للكره المصريه ان النادي الاهلي يوصل 6 مرات، وشرف لمصر كلها والكوره وكل لعيبه الكوره وكل انديه مصر ان يوصل مركز ثالث العالم في وقت الكرة. صحيح. وبعدين النظام اللي معمول يعني فعلا انتوا بتقولوا نادي قيم وتتباهوا انكم ناديكم فتنا، انتوا نادي قيم فعلا فعلا بامانه مش لا انا بتكلم بجد فعلا نظام. وانا بس الماتشات العربيه والافريقيه بقولها مليون مره، انا يوم الماتش يوم الخميس انا اهلاوي يوم الخميس، انا اكتر منك يمكن لان عاوز الاهلي يكسب، لانه ما بيلعبش ما بقولش الاهلي الجزيره بقول لك الاهلي المصري، فبمثلني انا كمصر وشرف كبير انه الاهلي مثلنا في الكوره في قطر، واتمنى من الله انه يكسب ويعمل ماتشات كويسه ويا ريت ياخد كاس العالم، مش يبقى الثالث ونتبسط، يبقى ياخد كاس العالم. وهو ليه وصل للمرحله اللي وصل لها النادي الاهلي واللعيبه اللي عنده والاجهاز، وبعدين عنده مجلس اداره رئيس طبعا يعني نجم كبير وحبوب وانسان نظيف وراجل وفيه كل صفات كويسه، اتمنى انه ياخد البطوله ليه لا؟ شايفين كابتن سيد بازوكا بيرى النادي الاهلي ازاي؟ شايفين الصدق اللي في كلامه؟ لا هو مفتعل ولا هو مصطنع ولا هو عايز اصلا من النادي الاهلي حاجه. شايفين بيتكلم عن رموز الاهلي ازاي؟ شايفين بيتكلم عن تاريخ النادي الاهلي ازاي؟ هي دي النوعيه اللي كان مفترض الصغار يفهموا ان في غفله من الزمن ناس خدتكم في سكه تانية عشان ما تبقوش شايفين المشهد اللي شايفه كابتن سيد بازوكا. اعتقد يا اسامه احنا بنتكلم عن قدامى اللاعبين اللي حتى من خارج النادي الاهلي لهم تاريخ معانا ولهم ذكريات حلوه معانا، ما بالك بقى النادي الاهلي؟ بالتاكيد يعني احنا بنا رحنا للزمن الجميل واتكلمنا عن النادي الاهلي، البعض ايضا تحدث عن اكذوبه ايضا في تعامل النادي الاهلي مع ابنائه، دايما بيتحدثوا عن فكره التعامل والنادي الاهلي لا يجيد التعامل مع ابنائه، برغم ان يعني اكيد اكيد هتكون في حالات في تاريخ النادي الاهلي لم يكن التعامل بالشكل الامثل مع احد ابناء النادي الاهلي، ده وارد جدا، احنا نادي لا يحكمنا ملائكه، احنا نادي بيقودنا بشر بيتولى المسؤوليه بشر والبشر خطاء، بس عشان الناس تبقى فاهمه ودايما بقول اننا لسنا المدينه الافضل بل اننا نسعى ان نكون المدينه الافضل عشان يكون الكلام واضح، ولكن لما يكون الحالات اصعب بكتير في انديه اخرى ما ينفعش يطلع اعلام منافس يتحدث عن علاقه ابناء النادي الاهلي بالنادي الاهلي وكمان يكون الكلام مش بشكل سليم ولا بشكل صحيح، خاصه لما يكون الكلام عن نجم كبير في تاريخ النادي الاهلي الكابتن صفوت عبد الحليم المايسترو. كابتن صفوت عبد الحليم كنا لسه بنتكلم عن اللعيبه اللي عندها سكان في الملعب واللي بتلعب وهي رفع راسها لفوق، لا كابتن صفوت عبد الحليم ما كانش قصه رفع راسه او موط راسه، كان قصه ان هو عارف كويس قوي كل سنتيمتر في الملعب وبيقدر يباصي التمريره اللي توصلك بالمرمى، وبالتاكيد لعيب كبير الكابتن صفوت عبد الحليم. تعرض لبعض الانتقادات وعلاقته بالنادي الاهلي، معانا عمر صفوت عبد الحليم على الهاتف، يعني مرحب بيك يا عمر واهلا بيك في قناه النادي الاهلي قناه ناديك النادي الاهلي، ابن طبعا الكابتن صفوت عبد الحليم. السلام عليكم، ازيك يا اسامه؟ ازيك يا فارس؟ كل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم عليكم وعلى مصر كلها وعلى النادي الاهلي يا رب ان شاء الله. منور بيتك الاهلي خط احمر وقناه النادي الاهلي اكيد يا عمر، وكان الدافع ان احنا شفنا كتابات جميله ليك عن كابتن صفوت عبد الحليم وعلاقته بالنادي الاهلي، دي اللي كنا عايزين يا عمر نكلمك ونسمع المشاعر وكابتن صفوت عبد الحليم اكيد يا اسامه لتاريخ مع النادي الاهلي. هو بالتأكيد، لكن أنا حابب أروح للموضوع على طول مع عمر. يعني إحنا هنا بنتكلم دايما بموضوعية وبشافية، البعض شكك في تعامل النادي الأهلي وإن النادي الأهلي لم يقدر الكابتن صفوت عبد الحليم خير تقدير، فرايحين لابن الكابتن صفوت عبد الحليم يوضح لنا الصورة وحقيقة تعامل وعلاقة كابتن صفوت عبد الحليم بالنادي الأهلي.
ماشي، بص انا هبدا معاك من الاول خالص. يعني خلينا هنتكلم مثلا، نبدا من لحظه ما بابا بدا يتعب شويه، كان ده تقريبا في 2008 2009. تمام. من اول يوم بابا بدا يتعب فيه، والله يعني انا بكلمك بامانه، بعيدا عن النادي الاهلي، سواء هم طبعا مسؤولين في النادي، بس هم دول برضو ابناء جيله، ابناء صحابه، سواء كابتن حسن حمدي، كابتن محمود الخطيب، كابتن شطه، وكابتن احمد، مش عايز انسى حد يعني. هم دائما كان كله على تواصل معاه وموجود وكل حاجه. وملحوظه ثانيه، بابا طول عمره تقريبا ما خرجش بره النادي الاهلي في حياته، من ساعه ما كان لعيب لحد ما توفى، غير في فتره تقريبا راح اشتغل في السعوديه وبعدين الامارات 3 4 سنين، وبعدين رجع بقى في مناصب مختلفه كلها جوه النادي. هنرجع لساعه ما بدا التعب وبدا تتاثر على حركته. بابا من ساعتها لحد ما توفى، باختلاف مجالس الاداره وباختلاف اصدقائه طبعا، هو شغال في النادي الاهلي، عليه تامين صحي متكامل، بياخد مرتبه من النادي الاهلي، شغال مستشار فني في الاكاديميه، يعني طول عمر اي حاجه بتحصل، حتى يعني في اوقات لما كان مثلا بيبقى تعبان وبحتاج ان انا اروح مستشفى، انا نفسي اول حد مثلا بكلمه كابتن محمود، بكلم كابتن شطه، هم في 3 دقايق بيبقوا معايا في كل حاجه. ده حقيقي. احنا عمر طبعا ده حق النادي الاهلي، اكيد حق كابتن صفوت عبد الحليم على النادي الاهلي، واكيد ده دور النادي الاهلي تجاه كل ابنائه، ولكن احنا عايزين بعيدا عن ان احنا نذكر امور النادي الاهلي عملها، لان ده واجب النادي الاهلي يا عمر، ومش محتاجين ان احنا كمان نبرزه، لان احنا عارفين النادي الاهلي بيعمل ايه. ولكن عايز اسالك سؤال، كابتن صفوت عبد الحليم كان بيكلمك عن النادي الاهلي يقول لك ايه؟ بص يعني هقول لك عن النادي الاهلي نفسه، هو النادي الاهلي بيته، يعني انا بقول لك بابا دخل النادي وهو عنده في الاختبارات كان عنده 8 سنين خرج منه وهو يعني خلاص توفى رحمه الله، فاهم قصدي؟ فهو النادي الاهلي ده هو حياته، اتولد جوه وعاش جوه، وكل اصحابه جوه، كل الناس اللي شغاله، كل الاداريين، كل خلاص بقى حياتك انت كل يوم في المكان ده، سواء باختلاف وظائفك، كنت شغال في قطاع الناشئين، كنت شغال في اكتشافات اللعيبه اللي بتجيبها للفريق الاول، بابا من الناس اللي جابت جيلبرتو كان سافر اثيوبيا. انت حياتك كلها تقريبا جوه النادي، فلا هو النادي ده حياته، بالذات زي ما بقول لك حتى انت علاقاتك كلها، انت كشخص، علاقاتك كاصحابك كزملائك، هم الناس اللي جوه. يعني سواء بقى كابتن محمود، كابتن شطه، كابتن احمد عبد الباقي، يعني بص انا مش عايز انسى حد، لان فعلا انا لو زي هقول لك اتمنى اصحاب في حياتي، اتمنى اصحاب زي الناس دي من اللي انا شفته منهم يعني. ربنا يخليك يا عمر، ودايما يعني كده يعني رفع اسم النادي الاهلي كابتن صفوت عبد الحليم. وعايز اقول ان في صور دلوقتي استعرضناها كانت بطوله، لو تكلمنا عن احداث البطوله، توقيت البطوله، عن الكابتن صفوت عبد الحليم في النادي الاهلي. هي دي. بص يا بابا انا زي ما قلت لك، هو قعد الفتره كلها تقريبا مستشار فني للاكاديميه، فهم اول ما بداوا يعملوا اكاديميه يعني بطوله للاكاديميات مجمعه، حبوا ان هم يعني يعملوها لك حاجه تكريميه ليه، الصراحه كانت لفته جميله جدا جدا جدا، شيء عظيم. وكابتن صفوت عبد الحليم هيظل في قلوبنا، وبنشكرك جدا يا عمر. احنا بس حبينا نوصل يا جماعه، النادي الاهلي كده مع كل ابنائه، وصدقني مر كده على تاريخ النادي الاهلي، لو انت مش شايف النادي الاهلي بعين كابتن صفوت عبد الحليم، تأكد ان بنسبة كبيرة جدا المشكلة عندك انت، المشكلة عندك انت، لان النادي الاهلي طول الوقت مع ابنائه بيمر بلحظات وفاء، ويمر بلحظات يفتكرهم فيه، وكابتن صفوت عبد الحليم قدم للنادي الاهلي كتير، وزي ما بنقول يا اسامة ده حقه، يعني الكلام اللي بيقوله عمر ده حق كابتن صفوت عبد الحليم على النادي الاهلي، ما احناش بنتكلم فيه عشان نقول النادي الاهلي عمل حاجه استثنائيه، بقدر ما احنا بنقول اللي بيحاول ياخدنا ان النادي الاهلي يجحد ابنائه، او النادي الاهلي ما بيعملش لابنائه اللي هم منتظرينه، لا، ولكن في السياق الطبيعي، وفي سياق ان النادي الاهلي علاقتك بيه تبادليه طول الوقت. بص انا اكتر نقطه وقفت عندها في كلام عمر صفوت عبد الحليم، اللي قال على مدار يعني مجالس الادارات في علاقة تربط الكابتن صفوت عبد الحليم بالنادي الاهلي. قال الكابتن حسن حمدي، جه بعد كده المهندس محمود طاهر، جه بعد كده الكابتن محمود الخطيب، هو ده النادي الاهلي، النادي الاهلي مش بيتوقف عند اسم، مهما كانت عظمة هذا الاسم فالاهلي فوق الجميع. ولما يكون النادي الاهلي هو اللي خلف العلاقة دي مع نجم كبير زي الكابتن صفوت عبد الحليم، هو ده اللي بنوضحه. القصة مش قصة بالتأكيد في دور أكبر للأصدقاء كابتن حسن حمدي وكابتن محمود الخطيب وكابتن أحمد عبد الباقي وكابتن شطة، لأن دول زملاء ملعب وزملاء الكابتن صفوت عبد الحليم، ففي واجب أكبر من واجب إن أنت مسؤول في النادي الأهلي، وهو واجب
الصداقه والعشره والزماله في الملعب وحاجات كتير جدا وسفريات ومعسكرات للخارج، لكن كمان لما تيجي تتحدث ان حتى في فتره المهندس محمود طاهر لم ينقطع علاقه الكابتن صفوت عبد الحليم بالنادي الاهلي، انت هنا بتهدم اي نوع من انواع الاكاذيب اللي ترددت في الفتره الاخيره عن علاقه الكابتن صفوت عبد الحليم بالنادي الاهلي. النادي الاهلي في يعني ما كنتش اعرف انا المعلومه دي، الاكاديميه اللي اتعملت افتتاح الاكاديميات وتعمل بطوله يعني للكاب باسم الكابتن صفوت عبد الحليم، انا بصراحه ما كنتش عارف المعلومه، فده شيء كلمنا عنه عمر واعتقد الامور واضحه تماما، ومش بس الكابتن صفوت عبد الحليم ولا بس عمر صفوت عبد الحليم اللي اتكلم في النقطه دي، ده كمان في بعض اللاعبين كانوا جوهره سوداء ضلت الطريق ولكن النادي الاهلي اعادها تاني من جديد اليه، لان حس النادي الاهلي ان فتره شباب هذا اللاعب يعني حرمته بسبب بعض التصرفات من انه بالفعل يكون احد اساطير كره القدم المصريه، وهو الكابتن محمد عباس عنده تعقيب مهم جدا على حاله وعلاقه النادي الاهلي بيه. نطلع نشوف الفيديو ونرجع نعقب. دلوقتي بتعمل ايه؟ انا ما فيش حاجه دلوقتي، انا كنت في الفتره اللي فاتت دي كنت تعبان شويه. انا عامل دعامه، كان عندي شرايين. الف سلام عليك. في رجلي وقفت، انا بقالي بتاع سنتين ما كنتش قادر امشي على رجلي خالص، وعملت عمليه كبيره السنه اللي فاتت دي، في اواخر السنه اللي فاتت دي. والحمد لله اهو، يعني الحمد لله ربنا. دخلك منين؟ من النادي الاهلي. النادي الاهلي؟ النادي الاهلي ما سابنيش يا كابتن. ما شاء الله. النادي الاهلي ما سابنيش، كابتن خطيب بالذات كمان ما سابنيش، حتى ما كنت بعت. وكان بيتصل بيا وتعالى لي تعالى لي الرحاب، بروح له الرحاب. والاكاديميات والحاجات دي؟ سبت انا الاكاديميات، انا ما عجبنيش جو الاكاديميات. أيوة يعني تتعامل مع ناس. انت راتبك منين دلوقتي؟ من النادي الاهلي. مدرب؟ مدرب ولا الاهلي؟ هو اي ظروف انا بتحصل لي، اي مواقف بتحصل لي. يعني في شهريه بتطلع لك من النادي الاهلي؟ من النادي الاهلي. اللي هي تكفيك وتعيشك؟ الحمد لله. الحمد لله. ما تقدرش تقول كام يعني؟ لا. اي حاجه جايه من بيتي، انا باخد فلوس من بيتي، ما باخدش من اي حته. ده بيتي. فرحان اللي بيتي احتضني تاني، ومش شرط الكابتن خطيب السنه اللي فاتت ما كان عامل احتفاليه واتصل بيا وتعالى، كان عامل رد جميل. كان جايب نجوم مصر كلها يا كابتن. كنت موجود في وسطهم، كابتن حسن شحاته وكابتن الجارم ومحمود حسن ومحمود عوض وكابتن مصطفى رياض وكابتن علي خليل، لعيبه كتير قوي. دعوتك في بيتك يا كابتن محمد عباس وسط نجوم مصر كلها، لانك بالفعل نجم من نجوم مصر حقيقي. اللي ما شافش الكابتن محمد عباس ممكن يتخيل ان احنا بنبالغ في موهبه الكابتن محمد عباس اللي كان بيمتلك في التوقيت ده في الفتره دي القوة والمهارة. كان صعب جدا يمتلك لاعب مصري القوة والمهارة، كان عند ده كان موجود عند محمد عباس. محمد عباس عجبني جدا كابتن محمد عباس طبعا، وهو بيتكلم بيقول انا باخد من بيتي عشان هو حقه، ده حق الكابتن محمد عباس. لما بنتكلم عن الكابتن محمد عباس، في بعض في الفترة دي من النادي الاهلي ضلوا الطريق كتير، ومنهم اللي راح تألق في أندية اخرى وبدا يتهم النادي الاهلي، وطبعا عارفينه كويس قوي يعني، ويعني وصل بيه الحال ان هو يصبح كابتن منتخب مصر في كاس العالم. ولكن الكابتن ثابت البطل رحمه الله عليه كان جاي لاعاده الانضباط، كابتن على المعسكر بالكامل، وطلع اتكلم عن النادي الاهلي بشكل سيء. كابتن محمد عباس لما راح النادي المصري لم يستطيع اللعب، قال ما قدرتش اتحمل ان انا البس تيشرت اخر غير تيشرت النادي الاهلي، وانهى مسيرته الكرويه مبكرا. والنادي الاهلي بيرد له فعلا جميل، والنادي الاهلي بيعتبره احد نجوم مصر، لانه بالفعل كان يمتلك القوه والمهاره اللي تخليه لاعب فاز في تاريخ كره القدم المصريه. اكيد اللي احنا بنستعرضه عندنا خط واضح وصريح ان النادي الاهلي لما بيعمل ده لا يتفضل على احد من ابنائه، انما بيعمل ده كواجب تجاه ناس خدمته وناس ادت له على مدار سنوات. لكن كابتن ثابت البطل كان عنده معادله كده شديده الخصوصيه، معادلة تخص علاقتك بالنادي الأهلي. أكيد زي ما أسامة قال لكم في بعض الفترات الأمور مش مثالية، ممكن يكون في قرار، ممكن يكون في أمر مش أفضل حاجة، ولكن كمان أنت علاقتك بالنادي الأهلي إيه وطبيعة علاقتك بالنادي الأهلي إيه، دي اللي كابتن ثابت البطل اتكلم فيها، وهو واحد من التصريحات التاريخية
اللي دايما يظل مرجعية، لأن كابتن ثابت البطل هو حد ما عداش كتير جدا شبهه في اختبارات وامتحانات مر بيها من رجوعه من ليبيا، ثم تاريخ كبير جدا طول الوقت هو أكتر واحد بيثبت إن كلامه مترجم بأفعال ومترجم بمواقف ومترجم بحقائق، فلما نسمع منه الكلام ده لازم نصدقه ونصدقه قوي. نسمع كابتن ثابت البطل. ولاد النادي الأهلي، الخطيب قعد احتياطي والخطيب اعتزل، مصطفى عبده اعتزل، النجوم الكبير كابتن صالح سليم اعتزل، والناس اللي خدموا النادي الأهلي اعتزلوا، لكن احنا ما كناش في صدد ان احنا نفكر التفكير اللي هم بيفكروا بيه. لكن زي ما قلتك، شوف مصلحتك، خد الحته دي شوف مصلحتك وبنى عليها ان هم مش عايزيني. الكلام ده مش موجود ومش مرفوض تماما، لان كان ابراهيم حسن كنا بطلناه. لا، ابراهيم حسن كان بيلعب لحد اخر وقت، وهو اللي اعلن ان هو محتاج راحه. والنهارده اللي عايز اقوله، عمر الكره في مصر موقفت على حد، ودايما الافراد زائلون، والنادي هو الاهلي هو اللي باقي، لان لازم الناس تعرف وجماهير النادي الاهلي ان النادي الاهلي خيره على اي حد وعلى اكبر حد من النادي الاهلي، من اول رئيس النادي لاصغر واحد في النادي الاهلي. لازم الناس دي تفهم. واهم حاجه مش شعارات، مش شعارات ونقعد ننادي بالشعارات ان احنا بنحب النادي الاهلي. لا، كل اللي لعب في النادي الاهلي في الناس دي لعبوا بمقابل، بمقابل. ليه هذا الكلام عظيم من شخص استثنائي؟ لأن كابتن ثابت البطل لم يكن أبدا يوم رجل أشخاص أو رجل إدارات أو رجل لاعبين أو رجل أي شيء، ولكن كان رجل النادي الأهلي. لما حب يضرب مثال عشان ما يكونش هنا بيتكلم على لاعب وهو غير عادل في القاعدة، تحدث من أول رئيس النادي الأهلي لحد اللاعبين، وقد إيه النادي الأهلي علاقته منح مقابل منح، مفيش طول الوقت طرف واحد بس اللي بيدي. عشان كده قال النادي الأهلي فضله وخيره على الجميع، وكان محدد وكان صريح. وعشان كده زي ما بنقول إن النادي الأهلي علاقته بأولاده وعلاقته بكل رجالاته دايما علاقة مميزة واستثنائية إذا فهم البعض جوهرها. بالتأكيد يا فارس، ويعني كانت حلقة موفقة، وإن كان يعني زي ما بقول لكل قاعدة بيكون دايما في خروج يعني القاعدة، ولكن الشكل العام والقاعدة العامة للنادي الأهلي هي علاقته الجيدة والجيدة جدا مع أبنائه. طبعا يعني وصلنا لنهاية الحلقة، وصلنا لنهاية الحلقة، ولكن النادي الأهلي لم يصل لنهاية مشواره الإفريقي النهاردة رسميا، وحيظل عنده موقعة مهمة جدا. النادي الأهلي حينما تأتي لي مثل هذه الفرص أبدا تاريخيا لا يتركها، وده اللي منتظرينه منكم. نشوفكم في حلقات قادمة، والأهلي يظل خط أحمر.